يا عم انا اللي عايز ايه بدل ما انا ادي لك واخليك تشتغل. لا ناديني يقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاد مختار التتش ملعب النادي الأهلي يستضيف لقاء ودي تجريبي فترة التوقف الدولي. الأهلي النهاردة بيجرب لعيبته أمام فريق منية سمنود أحد أندية القسم الثالث. آدي موسيماني ودكتور عمرو محب المترجم بتاعه في انتظار بقى بداية المباراة النهاردة اللي بتعتبر فرصة مهمة يشوف العناصر اللي ما كانتش بتشارك في انطلاقة الدوري في أول ثلاث أسابيع، وأيضا اللعيبة اللي شاركت لفترات. محمد هاني بدأ يظهر، وليد سليمان، كريم فؤاد، وادي طاهر، محمد طاهر. بالمرة بقى نقول التشكيلة اللي هيبدأ بيها النهاردة موسيماني. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، أربعة في المناطق الدفاعية، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ومحمد هاني. هيلعب قدامهم عمار حمدي وأحمد عبد القادر، وثلاثة في مناطق تصميم الهجمات، وليد سليمان وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر، حسام حسن هو الاسترايكر الصريح في تشكيلة الأهلوية. على دكة البدلاء محمد أشرف ومصطفى مخلوف، الاثنين حراس المرمى في قطاع الناشئين، ومعهم محمد محمود وكهربا، محمد فخري، محمد نصير، عبد الرحمن أشرف، وزياد طارق، وصالح نصر. الناحية الثانية بقى ضيف النادي الأهلي النهاردة فريق منية سمنود، بيبدأ بيه مصطفى مجدي. آدي نزلوا قدامنا لعيبة منية سمنود اللي بقول لحضراتكم بينافسوا من أجل الصعود للقسم الثاني، متواجدين في المركز الثالث في مجموعتهم المجموعة الثامنة. وإحنا بنقول برضو التشكيلة: مجدي في حراسة المرمى، قدام أربعة جوهر حلاوة، عبد الغني عمر، محمد ممدوح، ومحمد نعيم. اثنين ارتكاز: سامي السيد وديفيد جيم اللاعب النيجيري، أحمد عوض، زياد عيسى، محمد سعودي. ثلاثة في منطقة صناعة الهجمات مع محمد خالد الفرود الصريح. رامي ربيعة كابتن النادي الاهلي، وادي طائم التحكيم اللي بيقود مباراه النهارده الكابتن عبد الكريم نصار، وبيساعده وليد عبد اللطيف مساعد اول، واحمد ابو سريع مساعد ثاني. كل الامنيات الطيبه بتجربه مفيده لكلا الفريقين اللي قدامنا، سواء لعيبه النادي الاهلي اللي بقول لحضراتكم عندهم مواجهه ان شاء الله هيستأنفوا بيها بطوله الدوري امام نادي المقاولين العرب يوم 19 نوفمبر القادم، ثم لقاء على طول بعد ثلاث ايام مع المحله، اسبوع رابع واسبوع خامس على التوالي. والناحيه الثانيه فريق منية سمنود اللي النهارده بتعتبر يعني مباراه تاريخيه ليهم واحتفاليه ان هم يقابلوا نادي القرن وبطل افريقيا على ملعبه في تجربه وديه. عندهم برضو لقاء مهم في بطوله كاس مصر في الدور التمهيدي الثاني امام نادي الشرقيه، النادي الكبير العريق، ولكن موجود برضو الشرقيه في القسم الثالث في مسابقات الدوري. زي ما اتكلمنا على لعيبة النادي الأهلي في التجربة النهاردة ليهم اللي خدوا راحة سلبية خمس أيام بعد لقاء القمة، لقاء الشهير، لقاء اللي أطلق عليه لقاء الاحتواء والزغلول، ده لقاء القمة رقم 123. الأهلي فاز بخماسية مقابل ثلاث أهداف أمام نادي الزمالك، والنهاردة بقول لحضراتكم استأنفوا بقى التدريبات يوم الخميس، الجمعة عملوا تمرينة، والنهاردة مباراة تجريبية لموسيماني ولعبته في مواجهة ضيفه من محافظة الدقهلية فريق منية سمنود. ادي لعيبة النادي الاهلي، هنعيد التشكيلة مرة تانية. مصطفى شوبير في حراسة المرمى، قدامه اربعة: كريم فؤاد رقم 28، ياسر ابراهيم 6، رامي ربيعة 5، محمد هاني رقم 30، عمار حمدي 38، احمد عبد القادر 35، وليد سليمان 11، طاهر محمد طاهر رقم 27، وحسين الشحات رقم 14، حسام حسن قلب الهجوم رقم 9. الناحية الثانية مصطفى مجدي، جوهر حلاوة رقم 21، عبد الغني عمر رقم 3، ومحمد ممدوح رقم 40، محمد نعيم رقم 28، سامي السيد رقم 33، معاهم النيجيري ديفيد جيم رقم 12، رقم 31 أحمد عوض، زياد عيسى رقم 10، رقم 19 محمد سعودي، ومحمد خالد في الأمام رقم 22. هنبدأ مع بعض مواجهة اليوم على ملعب مختار التتش. الأهلي في تجربة ودية أثناء فترة التوقف الدولي، إنما البداية نبارك لمنتخبنا الوطني بالصعود للمرحلة النهائية بقى إن شاء الله. المباراة اللي هتكون فاصلة بعد تحديد كده المستوى الأول والثاني، منتخبنا بعد التعادل مع المنتخب الأنجولي 2-2 في تجربة صعبت علينا في نهاية الشوط الأول، ولكن انتهت بقى بنقطة التأهل للدور الثاني والأخير. رمي التماس لصالح النادي الأهلي، تتلعب على طول عند عمار حمدي اللي هيكون موجود النهاردة في قلب الدايرة قدام رباعي الخلفي. رامي ربيعة يستلم، يفتح الملعب عند ياسر إبراهيم، جاي جنبه كريم فؤاد
اللي بيقرب من الجبهة اليسرى، استلام من كريم، ترجع تاني أحمد عبد القادر، حطها بسن الجزمة عبد القادر للخلف عند ياسر، سلم مستلم أحمد عبد القادر، رامي ربيعة كابتن النادي الأهلي. النهاردة غياب 11 لاعب بالتمام والكمال، 7 مع قائمة المنتخب الوطني منتخب مصر و4 مع منتخبات بلادهم اللعيبة المحترفين. هادي التعب على طول عند كريم اللي منطلق ومقتحم وجاي في الجبهة الشمال، يقرب منه طاهر محمد طاهر، يسندوها لعبد القادر، عرضية هناك في الناحية العكسية حسين الشحات، خطيرة ممكن جول جول جول. أقل من دقيقة ونص النادي الأهلي يعمل عمل جماعي هجومي في منتهى الجمال والروعة، يعكسوا الملعب هناك عند حسين الشحات. كريم فؤاد تحرك عبقري، إنما بص التمريرة يا ولد يا لعيب، أحمد عبد القادر يقطع كل المسافات والمشاوير، ومن لمسة واحدة يلعبها على طول حسين الشحات، كريم فؤاد يحطها في المرمى. النادي الأهلي يتقدم على منية سمنود 1-0، إنما اللعبة من بدايتها من عند عبد القادر اللي شايف الملعب كويس قوي برؤية مفيش أحلى من كده، والانطلاقة بتاعت حسين الشحات في مكانه وحتته في الجبهة اليمين. يبقى 1-0 للنادي الأهلي. الدقيقة بداية الدقيقة الثانية، كريم فؤاد هو اللي بيسجل. نبدأ بقى نكتب الأجوان. تتلعب الكرة تاني في وسط الملعب عند أحمد عوض، إنما ياخدها وليد سليمان نجم النادي الأهلي. عمار يرجع لورا، مصطفى شوبير يفتح الملعب عند ياسر إبراهيم. ياسر طويلة أمامية في اتجاه طاهر محمد طاهر، وبيقتحم حسام بيقرب من ال 18، إنما طاهر اتأخر شوية، يضغط عليه محمد نعيم الباك اليمين يعطله. ترجع تاني لصالح النادي الأهلي عند ياسر إبراهيم في مرحلة تحضيرية من جديد. قلت لحضراتكم 7 لعيبة مع منتخبنا الوطني، الشناوي، أكرم توفيق، وأيمن أشرف. نشوف بداية الهجمة وبعدين نكمل غيابات الأهلي الدولية. عمار حمدي يلعب عمار لقدام، إنما مقطوعة مرة تانية، يضغط محمد ممدوح. مصطفى شوبير خارج بره ال 18، لعب لقاء المرج الأخير الودي، اللقاءات التجريبية نتكلم عليها. كابتن سامي قمصان وميشيل يانكون قاعد جنبه، وجنبهم الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق. آد استلام كريم فؤاد، كريم ترقيص مهارة حلوة يا ولد يا لعيب، عاوز يعتمد على الشغل الفردي، دخل جوه كويس كريم فؤاد. وزي ما اتكلم الاستوديو التحليل النهاردة بقيادة الكابتن أسامة حسني ونجوم مصر الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أسامة عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال، وركزوا كده على المهام بتاعة كريم فؤاد كواحد من اللعيبة اللي بتقدر تأدي أدوار في أكتر من مكان في الملعب. وفعلا شفناه في اللقاءات الودية، لعب مرة باك يمين، لعب ارتكاز في وسط الملعب، النهاردة بيشتغل في الطرف الشمال. أدي على طول عمار، عمار حمدي يلعبها لوليد سليمان، رايح على الباك جوهر حلاوة، إنما ياخدها جوهر بيدور على حد من زمايله، هيقرب منه زياد عيسى كابتن الفريق. يلعب زياد لقدام عند محمد خالد اللي هرب من الرقابة ونزل لتحت شوية، تروح على طول إلى أحمد عوض، ولكن ضربة حرة التحام من عمار حمدي، ياخدوا منها فاول. 4 دقايق من بداية اللقاء، هيطلع ويزيد لقدام أحمد عوض، ضربة حرة لمنية سمنود. كان على فكرة الفريق ده وصل لدور الـ 32 سنة 2018 لبطولة كأس مصر. تتلعب العرضية، طالع مصطفى شوبير، برافو يا ولد يا لعيب، أول اختبار كورة كده مستواها بيبقى صعب، القريبة من رؤوس المهاجمين والمدافعين، وحب يبدأ هجمة بسرعة كانت هتعمل مشكلة، إنما رجع الحكم تاني، كان اشترك معاه لاعب منية سمنودي، اداله فاول عبد الكريم نصار. 1-0 للنادي الأهلي. كريم فؤاد في بداية الدقيقة الثانية، لقاء التجريبي فترة التوقف الدولي، شفنا منتخبنا الوطني في لقاء الأمس، نشوف بداية الهجمة ونكمل تاني. كريم إنما يتزحلق محمد ممدوح ويطلع بره إلى ضربة ركنية. يبقى محاولات النادي الأهلي كلها أول 5 دقايق من الجبهة الشمال اللي فيها كريم فؤاد، اللي انطلق مرتين ثلاثة عمل الخطورة الدائمة على دفاعات محمد نعيم، المرة دي بقى اللي ضغط المساك محمد ممدوح ويطلعها بره إلى ضربة ركنية. طاهر محمد طاهر، يلعب طاهر عند كريم، يقرب منه حسين الشحات، هيعلقها جوه المنطقه بنفس اللعبه وليد سليمان، خطيره ودربكه وارتباك، وممكن الجون الثاني الهدف الثاني عن طريق رامي ربيعه، ولا هنشوف الحكم مد ايه، هنشوف المساعد فعلا المساعد مشاور ضربه حره غير مباشره. ادي رامي ربيعه مدي
قرار لصالح منيه سمنود وضربه حره اللعبه اللي كان هيسجل منها ربيع الجون الثاني، هدف ملغي للنادي الاهلي. محمد ممدوح يفتح الملعب عند نعيم، ديفيد جيم يرجع ويسند مع زمايله، انما مقطوعه ثاني في وسط الملعب هناك. رامي ربيعه كان لسه موجود قريب من الدايره، ما كانش رجع مكانه. ضغط من كريم فؤاد على لعيبه منيه سمنود. ادي الكره اللي اتعملت عند حسام حسن وعملها بدماغه حلو قوي رامي ربيعه قبل المدافع عبد الغني عمر، انما المساعد مش عارف اداها ايه. لو مش تسلل مفيش اي اشتباك او اي التحام، انما لسه بدري قوي لقاء تجريبي ودي النهارده. سامي السيد يلعب على طول، سامي اماميه عند محمد خالد، ترجع لمصطفى شوبير يريحها لمحمد هاني على جنب، انما جامده شويه من هاني تبقى بره خارج الخطوط الى رمي التماس. غايب النهارده مهاجم فريق منيه سمنود وهدفهم باربع تجوان في دوري القسم الثالث، اللاعب السيد يوسف، واحد من اهم الاوراق عندهم زي ما قال لنا المشرف على الكوره الكابتن جمال الشرقاوي. تتلعب الكوره مره تاني، انما ضغط جاي محمد ممدوح، لعيب صغير 23 سنه ممدوح. ادي الجهاز الفني موسيماني ورفاقه قاعدين في المدرجات يتابعوا من فوق، بيبقوا كاشفين الملعب افضل. اتكلمنا على الحته دي كتير، موجود وجنبه رانجوجا مدرب الاحمال وايضا محلل الاداء مطالبه. تتلعب تاني محمد هاني، هاني يمشيها لوليد سليمان، ضغط في منطقه وسط الملعب من سامي السيد، تروح عند ديفيد جيم ياخدها لنفسه، كان جاي عليه طاهر محمد طاهر يقرب من زمايله يقدم خدماته الدفاعيه من بدري، ولكن بره الملعب الى رمي التماس. ادي الكابتن عبد الكريم نصار حكم مباراه النهارده. كريم فؤاد يستلم، يلعب كريم لعبد القادر، يرجع ورا عند ياسر ابراهيم، ياسر الى مصطفى شوبير، تقريبا بنفس الطريقه اللي بدا بيها الدوري فنيا داخل الملعب. موسيماني بيلعب بثلاثه كده قدام شوبير، محمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، ويطلع بقى الاطراف. ادي حسين الشحات من الجبهه اليمين يلعب عرضيه عند وليد سليمان، وليد استلم على صدره انما رجع تاني على وسط ملعبه بعد ما ارتدوا دفاعيا لعيبه سمنود بشكل كويس، عملوا كثافه قدام منطقه الجزاء. عبد القادر، عبد القادر هاته خد حلو، خطير خطير، ممكن عبد القادر، جول 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 الدقيقه التاسعه، احمد عبد القادر الهدف الثاني للنادي الاهلي. يبقى كريم فؤاد في الدقيقه الثانيه، احمد عبد القادر في الدقيقه التاسعه، ثنائيه اهلاويه. الراجل بمهاره خد الاثنين كده ودخل منطقه الجزاء، واحد والثاني والثالث، وعملها له بسن الجزمه، مفيش احلى من كده حسام حسن عشان يسجل بكل هدوء احمد عبد القادر هدف النادي الاهلي الثاني. كان جايب 9 اهداف الموسم اللي فات بقميص نادي سموحه احمد عبد القادر، والنهارده هو بيعمل الحركه الهجوميه مع زمايله ويسجل الجون الثاني. طبعا بتبقى مباراه كبيره وعبء على اي فرقه، مع كل الاحترام والتقدير انديه القسم الثاني والثالث اللي بيلعبوا لقاءات تجريبيه امام النادي الاهلي، خصوصا ان المجموعه اللي موجوده قدامنا كلها من اللعيبه اللي بتشارك حتى لو ما كانتش الفتره الاخيره بتلعب بشكل اساسي، انما كلهم نجوم كبار لعيبه النادي الاهلي. صفقات الموسم الجديد 4 موجودين، الاثنين اللي رجعوا من الاعاره عمار حمدي واحمد عبد القادر، وحسام حسن وكريم فؤاد الاسماء اللي جابها النادي الاهلي مطلع موسم 21-22. وعشان كده بنقول انها بتبقى مباراه صعبه على الفرق اللي بتيجي تلعب تجريبي مع النادي الاهلي. عبد القادر الى ياسر ابراهيم، للخلف تماما عند مصطفى شوبير، من لمسه واحده الى رامي ربيعه، هيفتح الملعب هناك عند محمد هاني. محمد هاني هيبدا يدور عشان يعمل مرحله الربط، عمار فعلا يجي له عمار حمدي، رامي ربيعه 4-5 نقلات بشكل حلو يسحبوا الفرقه لقدام، انما التمريره الاخيره وليد سليمان مغطي ومقفل ويطلع بره عبد الغني عمر الى رمي التماس. رمي التماس تتلعب على طول رامي ربيعه، على طول رامي تلاقيه موجود عند وسط الملعب، دليل ان مفيش ضغط او الراجل يعني عامل اي تحسب ان ممكن حد يروح ويكمل لقدام، عشان كده هو اللي بيبدا مراحل الربط والتحضير لقدام. رامي ربيعه اهو سلم واستلم 3-4 مرات، يرجع لورا
ديفيد جيم، عنده 23 سنة، اللاعب النيجيري اللي قدامنا ديفيد لاعب وسط فريق منية سمنود. قلت لحضراتكم كان وصلوا في 2018 لدور ال 32 وخرجوا أمام نادي الزمالك بهدف وحيد في آخر 6 دقايق. تتلعب الكرة أمامية تاني من على حدود ال 18، يطلع محمد ممدوح يسيطر عليها، رامي ربيعة، رامي يمشيها لكريم فؤاد، كريم يلعب عرضية حلوة هناك المرة دي طاهر محمد طاهر، عاوز يمتص الكرة كده ويزحلق، إنما في لمسة يد ضربة حرة. آدي محمد محمود ودكة البدلاء اللي قلناها قبل اللقاء النهاردة، قاعد جنبه محمد أشرف حارس مرمى فريق 2001، شفناه في دوري الشباب عامل لقاءات جيدة مع حمزة علاء الحارس برضو اللي بيشارك معاهم، موجود حمزة علاء مع المنتخب الأولمبي. تتلعب الكرة تاني أمامية، إنما يطلعها ياسر إبراهيم قبل ما يقتحم محمد خالد، أحمد عبد القادر ياخد منه ديفيد جيم على وسط الملعب بكعب رجله يعملها حلوة، سامي السيد يحركوا الكرة ويروحوا هناك في الطرف الشمال عند أحمد عوض، ممكن عرضية في منتهى الخطورة، تسديدة خطيرة، جول، الجول الأول لمنية سمنود بعد 12 دقيقة، جول جول جول، منية سمنود يقربوا النتيجة لـ2-1. هنشوف كده محمد خالد هو اللي بيسجل، لعيب مواليد 2000 على فكرة محمد خالد، آدي الكرة وتقلش أول مرة إنما تروح لمحمد خالد يحطها على شمال مصطفى شوبير، 2-1 ليه صالح النادي الأهلي. يبقى يقرب النتيجة محمد خالد بهدف في الدقيقة 12، 12 دقيقة شفنا 3 جوال لغاية دلوقتي تجربة. آدي الجهاز الفني بقى الكابتن أحمد الشرباصي المدير الفني، ومعاه الكابتن سمير صبري مدرب، كابتن جمال الشرقاوي مشرف على الكورة، كابتن خالد منصور مدير شؤون اللاعبين، والكابتن أحمد قرني مدرب حراس المرمى. قلنا الجهاز بالكامل أهو لفريق منية سمنود. تلعب الكرة تاني أمامية عند محمد ممدوح اللي بيشتت لقدام، ممدوح تتلعب مرة تاني في وسط الملعب، إنما ياخدها زياد عيسى، واحد من أكبر اللعيبة 30 سنة زياد، حسام حسن عاوز يعملها من مرة واحدة إنما ضعيفة في إيد الحارس مصطفى مجدي. مصطفى مجدي على مهله، منتخب مصر هينتظر بقى للتصنيف النهائي بعد الجولة الأخيرة، عندنا لقاء يوم الثلاثاء القادم مع منتخب الجابون، خلاص بقى لقاء تحصيل حاصل، أي نتيجة سلبية في لقاء الأمس لمنتخبنا إن شاء الله يقوم سليم واقع زياد عيسى، نتمنى له السلامة. وإحنا بنتكلم على منتخبنا الوطني واللي قدر ياخد نقطة من منتخب أنجولا بعد أداء غير مقنع أول 35 دقيقة، ولكن رجع تاني بقى اللعيبة وسجلوا هدفين. أكرم توفيق عمل لقاء مع زمايله في منتهى الجمال والروعة، 7 لعيبة من النادي الأهلي موجودين، الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف ومعاهم حمدي فتحي والسولية ومحمد شريف وقفشة اللي غايبين طبعا عن مواجهة النهاردة التجريبية، وأيضا اللعيبة بقى المحترفين أليو ديانج مع منتخب مالي اللي صعدوا بالفعل كمان منتخب مالي إلى المرحلة النهائية، وبرستاو مع المنتخب الجنوب أفريقي. تلعب الكرة مرة تاني وليد سليمان هيسدد، خطيرة ممكن إنما تمر بجوار القايم، وادي قدامنا صلاح محسن إن شاء الله يتعافى بقى في مرحلة الإعداد والتأهيل كده من الإصابة، واحد من اللعيبة المهمة صلاح محسن لما كان بيحضر ليه تشكيلة النادي الأهلي. آدي لعبة وليد سليمان اللي بتمر بجوار القايم، عملها حلو إنما خارج الملعب إلى ضربة مرمى. هيلعب على طول مصطفى مجدي طويلة أمامية، طالع لفوق كريم فؤاد، واحد من أنشط اللعيبة في ال 15 دقيقة الأولى، كريم عاوز يضغط ويجيبها تاني، يا ولد يا لعيب، يروح قبل محمد نعيم، كرة كانت ميتة إنما الضغط اللي عمله كريم فؤاد بشكل كويس. آدي كريم قدامنا اللي بيوظفه النهاردة في الجبهة الشمال موسيماني، وقلنا لعب في أكتر من مكان في اللقاءات التجريبية، شفناه في لقاء الغابة برضو اللقاء التجريبي كان لعب ارتكاز في الدايرة كريم فؤاد، انما هو مكانه الاصلي لغايه دلوقتي الراجل ما اشتغلش فيه كباك يمين لما كان بيلعب مع الفريق البترولي نادي انبي. ضربه حره، طاهر محمد طاهر هيلعب الفاول جوه ال 18، 5 فانيلات حمراء، يطلع بالبوكس كويس قوي، مصطفى مجدي يحطها على جنب، برافو يا ولد، هدف لمنية سمنود عن طريق محمد خالد في الدقيقه 12، هدفين للنادي الاهلي عن طريق كريم فؤاد واحمد عبد القادر الدقيقه الثانيه والدقيقه التاسعه. اللقاء التجريبي على ملعب مختار التتش اللي بنتابعه مع حضراتكم على الهواء مباشرة، واستوديو تحليلي بقيادة نجم مصر والنادي الأهلي
كابتن أسامة حسني، ونجوم التحليل الفني كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أسامة عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن أحمد بلال، اللي ادونا كده النهاردة ساعة قبل اللقاء كلام سواء عن لعيبة النادي الأهلي اللي بيشاركوا النهاردة أو عن لقاء المنتخب أمام أنجولا، الحدث بقى الأهم على الساحة لقاء الأمس. تتلعب الكرة هناك عند محمد نعيم، يقطم ويدخل لجوه نعيم، إنما تدخل من كريم فؤاد يا ولد يا لعيب، وياخد معاه ضربة حرة يلعبها بسرعة، إنما هيرجعها تاني حكم المباراة عبد الكريم نصار عشان تتلعب من مكانها. آدي الكرة وادي التحام بدون ما يعمل أي مشاكل، إنما اللي عمل الفاول بقى هو محمد نعيم اللي كان منطلق وجاي من الطرف اليمين الدفاعي في تشكيلة مينة سمنود النهاردة، كان بيقودهم في فترة كده الراحل كابتن فتحي السيد، واحد من نجوم التدريب في القسم الثاني، مدرب نادي الشمس السابق، وكان في الوقت اللي اتغلبوا فيه من نادي الزمالك كابتن خالد فتحي بيقود الفريق مع الكابتن فتحي السيد، اهم الفترات الفنيه لفريق مينية سمنود. ادي وليد سليمان، هات وخد قدام ال 18، ديفيد جيم يرجع مع زمايله في حضن الاثنين المساكين وهو اللي يقطع الكوره وياخد معاها ضربه حره، كان راجع من منطقه وسط الملعب سامي السيد مع ديفيد، الاثنين الارتكاز هم اللي عملوا بلوك كده قدام ال 18 وعطلوا الهجمه الاهلاويه الاخيره، طويله اماميه محمد هاني يردها على وسط الملعب عمار حمدي، انما يرجع لورا وياخدها محمد خالد ويسلم ديفيد جيم، طويله اماميه من محمد ممدوح فاتح له الملعب ومنطلق من الجبهه اليمين محمد سعودي. محمد سعودي لعيب كويس قوي على فكره، محمد سعودي ده كانوا جايبينه من نادي المنصوره ومسجل لهم 3 اجوان في دوري القسم الثالث، انما لغايه دلوقتي موقف حركته تماما كريم فؤاد، اهو محمد سعودي اللي مايل دلوقتي على الجبهه الشمال الدفاعيه للنادي الاهلي، تتلعب على طول تاني من محمد هاني الى حسين الشحات، لمحمد هاني اللي بيقرب من ياسر ابراهيم ورام ربيعه، يفتح الملعب لياسر، ياسر بيدور على حد يسند عليه، جاله حسام حسن ويهرب من الرقابه في وسط الملعب، حسام قصيره ملعوبه عند رامي ربيعه، رامي يمشيها لقدام الى طاهر محمد طاهر، ادي رامي ربيعه بيقدم ادوار حمدي فتحي لما يلعب حمدي ليبرو مقلوب، ادي عمار، عمار خطير عايز يدخل ال 18 انما طلع الدفاع مره ثانيه الى ديفيد جيم، ديفيد جيم يسيطر على الكره كويس ويعمل الكنترول، يجي له سعودي يلعبها له، تمريره لقدام جامده على محمد خالد، انما مباراه بدات تبقى كويسه، يعني اول 6-7 دقائق لما الاهلي سجل هدف وبعدين الهدف الثاني كمان في الدقيقه 9 قلنا هتمشي في اتجاه واحد، الاهلي عامل السيطره الكامله، انما الجون اللي جابوه هيديهم ثقه لعيبه مينية سمنود، الهدف اللي سجلوه في الدقيقه 12، وصلنا هول 19 دقيقه، تقدم للاهلي بثنائيه كريم فؤاد واحمد عبد القادر، تمريره اماميه حسين الشحات منطلق يلحق قبل خط المرمى خطيره، جول جول جول، عرضيه حلوه يخلصها بشياكه حسام حسن، الهدف الثالث مع الدقيقه 19، يبقى ثلاثيه اهلاويه، حسين الشحات الجبهه اليمين هي اللي بتترجم دلوقتي هجمات النادي الاهلي، ومرتين يقدر يكون هو مصمم الهجمات في الاجوان اللي سجلوها، ادي اللعبه اللي اتعملت حلوه من ربيعه اللي لسه بتكلم على ادوار ربيعه لما ينطلق ويتحرر من الخلف للامام في طريق الثلاثه في المنطقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها موسيماني، ويبقى هو بدايه الهجمات، الدور اللي بيقوم بيه في التشكيله الاساسيه بقى حمدي فتحي لما يلعب ما بين او قدام بدر بنون وايمن اشرف كده، نفس الكلام بيعمله ربيعه ما بين محمد هاني وياسر ابراهيم، ثلاثه للنادي الاهلي، حسام حسن ثالث الاهداف، ياسر ابراهيم يلعبها الى طاهر محمد طاهر عند عمار حمدي، عمار تاني يسلمها ليه كريم فؤاد، واحد من افضل اللعيبه اللي بتادي كريم، حسام حسن يرجع لورا تاني عند ياسر ابراهيم، 10 اهداف للنادي الاهلي في دوري الموسم الحالي في 3 لقاءات، اقوى قدرات هجوميه بيتصدروا المسابقه لغايه بقى ما نستأنف تاني مع الاسبوع رقم 4، رامي ربيعه يلعبها على الارض انما ياخدها تاني ديفيد جيم، وعايز يسدد بعيد قوي بعيد قوي ديفيد جيم، خد قرار بالتسديد ولكن خارج، ادي بيتكلم مع زمايله حتى بيقولوا له المسافه بعيده، تتلعب الكوره، ادي الاعاده بتاعت الهدف بتاع حسين الشحات، العرضيه اللي عملها وحسام حسن اللي متواجد في مكان كويس معانا النهارده، فقره تحكيميه حكمنا الدولي السابق كابتن ناصر عباس،
ان شاء الله يتابع معانا الحالات بتاعه الكابتن عبد الكريم نصار والاثنين المساعدين وليد عبد اللطيف واحمد ابو سريع. يسيطر على الكره حسام حسن ويرجع لورا حسام الى ياسر ابراهيم، هو اللي طالع لقدامه زايد ياسر، يسيبها لعمار حمدي، عمار يقرب وهيشيل العرضيه، عرضيه حلوه انما يطلع المره دي. برافو يا ولد يا لعيب. عبد الغني عمر تسديده جامده تخبط تاني في المدافعين ترد، خطيره خطيره فوقتنا اللي فاتت دي. احمد عبد القادر واحده اكتر من 25 متر بيسددها مره واحده بجوار القايم. ما زال لعيبه النادي الاهلي هم اللي بيسيطروا على مجريات الامور تماما كفوارق طبيعيه في الامكانيات سواء على المستوى الجماعي او الفني او الفردي كمان. 3-1 تتلعب طويله اماميه. اخر اربع وديات للنادي الاهلي خلال بقى من شهر كده 8 وانت جاي لغايه شهر 11، تعادل مع بتروجيت ثم فوز على نادي المقاولين 1-0 ثم سباعيه امام فريق الغابه احد انديه القسم الثالث برضو ثم فوز 2-1 على فريق المرج اخر المواجهات اللي كانت قبل لقاء القمه. تتلعب تاني عند ياسر ابراهيم، ياسر على الارض لعمار حمدي، عمار لياسر هات وخد مرتين يبداوا تاني عند كريم الجبهه الاكثر تاثير لغايه دلوقتي. طاهر محمد طاهر، طاهر وقف على الكره واستنى شويه عطله محمد نعيم يرجع بيها على ياسر ابراهيم، ياسر يعلقها جوه ال 18 طالع لفوق محمد ممدوح الى خارج الملعب. بدا ياسر يزق لقدام شويه ويقوم بادوار رامي ربيعه اللي شفناه اول 20 دقيقه هو اللي بيتحرر من المناطق الخلفيه ويطلع يشتغل مع زمايله ويمرر ويبدا عمليات الربط للخط الامامي. بتكلم على رامي ربيعه، انما اخر 3 دقايق بدا ياسر ابراهيم هو اللي يقوم بالشغل ده ويزق لقدام. ضربه ركنيه طاهر محمد طاهر منتصف الشوط الاول تقريبا، هيلعب طاهر على قايم القريب يطلع محمد خالد اللي كان جاي من المناطق الهجوميه ياخدها تاني طاهر يشيل عرضيه الدفاع يتعامل ويكمل فيها جوهر حلاوه الباك الشمال، جوهر الى زياد عيسى، زياد لاعب المخضرم في منطقه وسط الملعب عنده 30 سنه بقول لحضراتكم. زياد عيسى واحد من اللعيبه القدام في تشكيله مينية سمنود. رامي التماس تتلعب على طول في اتجاه محمد خالد، محمد خالد عاوز يلعب العرضيه انما تطلع بره الى تماس. ادي رامي ربيعه قدامنا وعبد القادر مدينا ظهره اللي النهارده عمل تمريره في اول هدف في منتهى الجمال والروعه عكس بيها الملعب بشكل حلو قوي. احمد عبد القادر يطلع الدفاع مره ثانيه في اتجاه حسام حسن انما يرجع ديفيد جيم على محمد ممدوح لعبد الغني عمر اماميه من عبد الغني يسيطر عليها تاني حسين الشحات ياخدوها لعيبه سمنود في اتجاه زياد عيسى. احمد عبد القادر ياخدها ويرجع لورا عند ياسر ابراهيم على الارض الى كريم فؤاد جاي له عمار هيلعب له انما فضل يلعب لقدام عند حسام حسن عشان يبدا هجمه انما في زقه فاول قريب الحكم من كل كوره ولغايه دلوقتي قراراته ما فيهاش اي مشكله. تتلعب تاني انما جامده قوي جامده قوي باينه على حسين الشحات اللي قلت النهارده تحركاته في ظهر المدافعين في الجبهه اليمين قدر ان هو يعمل عرضيتين سجل منها لعيبه النادي الاهلي هدفين من الثلاثه اللي جابوهم خلال ال 24 دقيقه لعب. طويله اماميه مره تاني رامي ربيعه يسيبها تعدي لياسر ابراهيم يرجع بيها لورا عند شوبير مصطفى شوبير الى ياسر. النادي الاهلي عنده اكتر من اسم من الحراس الصغيرين الذخيره اللي هيقدر يعتمد عليها الفتره اللي جايه ويعتبر شوبير لغايه دلوقتي من الحراس لسه الراجل الصغيرين لما ياخدوا الفرص بقى هتبان القدرات. معاه حمزه علاء ومعاه محمد اشرف كوتو اللي موجود على الدكه النهارده وايضا مصطفى مخلوف، اربع اسماء من شباب النادي الاهلي في حراسه المرمى للمستقبل اللي جاي ان شاء الله بدون مقاطعه. عمار حمدي يلعب على طول لياسر ابراهيم، ياسر الى محمد هاني، محمد هاني لسه ما حدش قرب منه خد وقت شويه لغايه ما فتح الملعب هناك عند حسين الشحات بيطلب منه الكوره ياسر انما يلعبها في العمق الى طاهر عاوز يعملها بكعبه في وسط الملعب بشكل كده طاهر محمد طاهر انما تروح الكوره مره تاني الى احمد عوض ياخد منها ضربه حره
فريق منية سمنود اللي قلت لحضراتكم بيلعبوا في المجموعة الثامنة مع نادي نبرو بقى وبالقاس، هم اللي متصدرين مجموعة الصعود إلى القسم الثاني. طموحات وأمال أندية القسم الثالث إن هم يطلعوا للدوري الممتاز به أو القسم الثاني. تتلعب الكرة عالية داخل المنطقة، محمد هاني بدماغه قبل ما تعدي ويكمل فيها أمامية على طول هناك في اتجاه طاهر محمد طاهر، ولكن بره الملعب إلى رمي التماس. آدي حسين الشحات اللي كان راجع في مكانه في جبهته اليمين، أول ما الكرة تتقطع منطقي جدا هتلاقي حسين بيرجع على الجبهة اليمين الدفاعية، وكريم فؤاد بيجي في الطرف الشمال، ويفضل بقى محمد هاني ورامي ربيعة ياسر إبراهيم التلاتة اللي قلت بيتحركوا في عمق المنطقة الخلفية. الطريقة اللي بدأ بيها موسيماني الدوري وكمل بيها ثلاث لقاءات، سواء في بداية انطلاق الموسم أمام النادي الإسماعيلي، ثم لقاء البنك الأهلي، ثم قمة الأهلي والزمالك رقم 123. تتلعب الكرة تاني عالية طويلة لقدام عند ديفيد جيم، إنما ياخدها عمار حمدي، يقطع منه تاني ديفيد وهيلعب لقدام، يلعبها في اتجاه الجبهة اليمين محمد سعودي، ولكن بره الملعب. آدي حوار ما بين موسيماني و موسي مطلبة محلل الأداء هو اللي جنبه على طول، رانجوجا ثالث واحد مدرب الأحمال أو مخطط الأحمال. تلعب الكرة تاني إلى عمار حمدي ديفندر النادي الأهلي الرئيسي في تشكيلة لقاء اليوم. حسين الشحات طويل أمامية، طاهر خطير، إنما يقطع قبله محمد ممدوح. عامل النهارده محمد ممدوح رغم الثلاث تجوان إنما عامل مجهود في الرقابة على حسام حسن أو طاهر لما بيجي من العمق. آدي محمد محمود اللي موجود على دكة البدلاء النهاردة، إنما صلاح محسن برة التشكيلة، الراجل بيكمل برنامج التأهيل بتاعه. نتمنى له السلامة صلاح لاعب النادي الأهلي، لعيب مؤثر مفيش شك، احتاجها كتير قدراته. التشكيلة في أوقات صعبة في لقاءات كانت مؤثرة ونزل خلص المواقف دي صلاح محسن اللي كان قدامنا على الكادر. ياسر إبراهيم يطلع على طول، اشتراك من ياسر إبراهيم، كان في التحام برضو من محمد سعودي مع ياسر مدافع النادي الأهلي، رايح يطمن عليه هو محمد سعودي. سجل ثلاث تجوان محمد سعودي، الثلاث لعيبة اللي قدام سعودي وزياد عيسى وأحمد عوض سجلين لغاية دلوقتي 8 أهداف لفرقتهم خلال الخمس أسابيع اللي لعبوهم في الدوري. ترجع الكرة تاني ديفيد جيم، رجله جامدة الراجل ده على فكرة، جرب مرتين ديفيد جيم على فكرة. محمود كهربا اللي ممكن هيكون ليهم أدوار طبعا النهاردة في المواجهة في الشوط الثاني والأوقات اللي جاية، ياخدها وطالع بيها لقدام حسين الشحات، إنما ديفيد جيم عمل محاولتين بتسديد من بره ال 18، دليل إن الراجل ده عنده المهارة دي أو عنده الملكة بتاعت التسديد، وهيجرب تاني وتالت. تتلعب أمامية تاني، كريم فؤاد استلام تسديدة جامدة إنما في الشبكة من بره، استلم حلو قوي كريم فؤاد اللي عامل النهاردة التأثير الهجومي من جبهة النادي الأهلي اليسرى في معظم فترات الشوط الأول وال 29 دقيقة اللي احنا لعبناهم، وقلت هم اللي بيضغطوا دايما على محمد نعيم وقدروا إن هم يسجلوا جونين بالكرات العكسية من الثلاث أهداف. تلعب كرة تاني عمار، برافو يا ولد يا لعيب، يلعبها لقدام إنما في فاول على حسام حسن، مشاور المساعد الثاني أحمد أبو سريع، وضربة حرة لصالح منية سمنود. تتلعب عالية طويلة في الناحية العكسية إلى سعودي، واقف كويس كريم ويطلع بره إلى تماس، رمي التماس جاي محمد نعيم هو اللي هيلعب، كانوا جايبينه من نادي كهرباء طلخة محمد نعيم اللاعب رقم 28 اللي بيلعب رمية التماس لقدام، انما ياسر ابراهيم يقطعها واحمد عبد القادر يرجعها ورا الى رامي. عمار حمدي عند شوبير، مصطفى شوبير طويله اماميه من لمسه واحده في اتجاه طاهر محمد طاهر، ولكن بره الملعب الى رمية التماس. هدي اللقاء مره ثانيه، اخر خمس ست دقائق معظم اللعب في منطقه وسط الملعب، مفيش هجمات خطيره باستثناء الكوره اللي سندها كريم فؤاد وسدد من دقيقة تقريبا ومرت بجوار القايم. بعد كده قدر شوية لعيبة منية سمنود ان هم يتماسكوا في منطقة وسط الملعب ويعملوا كثافة. ادي الكرة قدام المنطقة، طاهر محمد طاهر إلى كريم بنفس اللعبة، عاوز يحطها في ظهر المدافعين في الناحية العكسية ولكن تطلع بره. المرة دي جوهر حلاوة بيحلق وياخد منها ضربة مرمى مصطفى مجدي،
اللعبه اللي بيعتمد عليها لعيبه النادي الاهلي النهارده، اول ما تيجي الكوره في اتجاه جبهه كريم فؤاد او طاهر محمد طاهر يبصوا على طول هناك عند وليد سليمان وحسين الشحات اللي بيجي في ظهره عشان يبداوا يلعبوا في المنطقه الفاضيه، بيبقى كل تجميع اللعب هنا في الجبهه الشمال، والمساحات كلها بقى موجوده في الطرف اليمين، عملوها اكتر من 3 4 مرات في مواجهه اليوم. رامي ربيعه، استلام من رامي ربيعه الى عبد القادر، احمد عبد القادر، ياسر ابراهيم، مره ثانيه رامي ربيعه هناك في اتجاه حسين الشحات، قصيره ملعوبه لعمار، عمار يسقط جوه 18، يا ولد يا لعيب، جول جول جول، ايه يا ابن سن الجزمه ده، طاهر محمد طاهر هنشوف في رايه ولا ايه، انما جول جول في منتهى الجمال والروعه، طاهر محمد طاهر عملها الراجل زي الجراح، انما بص شوف التمريره بلسم من عمار حمدي، وطاهر رايح وخد المدافع محمد ممدوح وعملها بوش رجله الخارجي كده، ايه يا ابن الجمال ده، مش بسن الجزمه لا، وش رجله كده، وش رجله الخارجي يحطها في منتهى الجمال والروعه على يمين الحارس مصطفى مجدي. يبقى رباعيه للنادي الاهلي، طاهر محمد طاهر ينضم للهدافين في لقاء اليوم مع الدقيقه تقريبا 32، عملها حلو قوي طاهر محمد طاهر، ولمح الحارس وهو طالع وحطها له في منتهى الجمال والروعه هناك في الزاويه البعيده. اد 4-1، الاهلي متقدم على منية سمنود في اللقاء التجريبي اثناء فتره التوقف الدولي. منتخبنا الوطني متبقي له لقاء مع منتخب الجابون ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم، بقى لقاء تحصيل حاصل. اللقاء اللي جاي 11 نقطه لمنتخبنا، جاي منتخب الجابون 7 نقاط بعد منتخب مصر، بعد ما فاز على المنتخب الليبي منتخب الجابون في مواجهات المرحلة الخامسة. محمد هاني طبعا كل الجمهور دلوقتي قاعد يعمل حساباته، هيبقى مين في المستوى الأول مين في المستوى الثاني، إنما منتخب مصر كده بنسبة كبيرة في المستوى الثاني، هيبقى منتخبات التصنيف الأول هيبقى منتخب تونس والجزائر والمغرب ومنتخب السنغال ومنتخب نيجيريا، إلا بقى لو حصل معجزة في اللقاء الأخير ولم يتأهل منتخب نيجيريا أو المنتخب الجزائري، اللي أنا أتمنى طبعا منتخب الجزائري منتخب العرب الكبير القوي إن شاء الله هيتأهل زينا للمرحلة الثانية. ترجع الكرة تاني لورا، أحمد عوض رجع مع زمايله ويخطفها محمد ممدوح قبل ما تعمل مشكلة على دفاعاته، يمشيها لقدام عند ديفيد جيم، إنما خدها تاني عمار بالضغط كويس قوي، عبد القادر يلعب لحسام حسن، حسام تعدي من رامي ربيعة، محمد هاني خلصها بشكل كويس الى كريم فؤاد في الطرف الشمال، عبد القادر، عبد القادر وكريم، ترجع تاني الى احمد عبد القادر، محمد هاني، ارتداد من كل لعيبه منية سمنود باستثناء محمد خالد هو اللي قدام، حسين الشحات لمحمد هاني، عرضيه تاني بدماغه طاهر محمد طاهر ولكن تمر. لعيبه النادي الاهلي بيعملوا كل حاجه في الكوره، سيطرين على الامور تماما، عمليات التحضير اللي بيعملوها بأكتر من 6 7 تمريرات لغاية ما يوصلوا لطاهر وحسام حسن ووليد سليمان بكل سهولة بدون أي مقاومة من لعيبة الفريق الضيف النهاردة والرباعي الدفاعي جوهر حلاوة وعبد الغني عمر ومحمد ممدوح. نشوف بداية الهجمة وبعدين نكمل شكل الأداء، رامي ربيعة يخلصها إلى محمد هاني، كان لعب محمد هاني لقاء البنك الأهلي في الأسبوع الثاني من أوله، كان غايب أليو ديانج وبدأ بيه موسيماني ولعب بنفس طريقته في وجود بقى محمد هاني، خد الكرة وخطفها كويس قوي أحمد عبد القادر اللي بيقدم مجهود طيب برضه النهارده، حسام هيلعب عرضية ولا يخلص هو في البعيدة، حسام حسام تخبط إنما يطلع مصطفى مجدي المرة دي وينقذ الهدف الخامس في مرمى فرقته. ضربة ركنية، أدي وليد سليمان بيكلم حسام حسن، كان ممكن يعمل عرضية، أدي وليد كان بيطلب منه الكرة إنما فضل إن هو يلعبها، خبطت وفقدت قوتها في عبد الغني عمر وكملها بايده الى خارج الملعب مصطفى مجدي حارس المرمى، كانوا جايبينه من نادى الاتصالات احد انديه القسم الثاني، حارس المرمى مصطفى مجدي اللي قدامنا. 36 دقيقه، ركنيه اهلاويه، حسين الشحات يعلقها جامده ممكن انما طالع لفوق، كان هيبقى الهدف الخامس لحسام حسن انما برضه بجوار الايه.
ادي الركنيه تاني وطلع قبل عبد الغني عمر خطفها كويس قوي. حسام حسن احد صفقات الموسم الجديد 2021-2022 مقطوعه الكره من جديد من عبد الغني عمر قلب الدفاع في وسط الملعب. زياد عيسى يلعبها قصيره زياد انما ياخدها تاني لعيبه النادي الاهلي قبل سامي السيد الى عمار ديفيد جيم يرجع وتخبط وتطلع بره الى رمي التماس. وليد سليمان هيستنى محمد هاني لغايه ما يجيله. دي الكره العرضيه اللي اتعملت لطاهر او عملوها تشيب كده من وسط الملعب وحطها بدماغه. تاني وليد سليمان عاوز يحطها في الناحيه العكسيه انما جامده قوي وقع على الارض عمار حمدي التحام في الكره اللي فاتت. ان شاء الله يقوم عمار ما فيهوش اي حاجه. سلامات يا عمار. 37 دقيقه من الشوط الاول من التجربه الوديه الاهلي على ملعب مختار التتش امام فريق من السمنود احد انديه القسم الثالث. ادي عمار ان شاء الله يقوم سليم. نزل له الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق. شكل كده الاصابه ورد الفعل بتاع عمار ان شاء الله ما تكونش حاجه جامده. ادي الكره اللي عملها طاهر في منتهى الجمال والروعه يتكلم عليها بقى عندنا في الاستوديو اتنين فراوده كبار قوي كابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني ولاعيبه وسط مهاجمين على اعلى مستوى كابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن وترافولتا الكره المصريه اللي كان بيجي من طرف الملعب ويعمل كور زي اللي عملها طاهر دي. يتكلموا على الجون بتاع طاهر محمد طاهر. في حرفنه في شغل في تاثير في اللعبه اللي عملها طاهر محمد طاهر. ادي كره عمار قصبت رجله ان شاء الله تكون سليمه يا عمار. واحنا بنلعب في اخر 7 دقائق رباعيه للنادي الاهلي على التوالي كده كريم فؤاد واحمد عبد القادر وحسام حسن وطاهر محمد طاهر وهدف وحيد عن طريق محمد خالد لاعب من السمنود. قلت لحضراتكم النادي الاهلي بيتصدر قمه الدوري قبل توقف المسابقه. ادي هيغير عمار باين الراجل اول ما وقع على الارض رد فعله وتألم جامد قوي. ادي اللعبه اهي بص الراجل داخل جامد الراجل وهو بيشوط الكره لا 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 بقى ده اسمه كلام بقى ده اسمه كلام. هو ممكن ما يكونش يقصد على فكره سامي السيد انما الستارز بتاع رجله فقصبت رجل عمار حمدي ان شاء الله تكون بسيطه يا عمار. وفي اعتقادي موسيماني يريحوا عشان لا تتفاقم الاصابه مفيش داعي ان هو يكمل الراجل خصوصا لقاء سهل. وادي فعلا الدكتور احمد ابو عبله بيقول ليه الجهاز الفني ان هم يبدلوا. موجود على الدكه النهارده محمد محمود وكهربا محمد فخري واللعيبه الصغيرين بقى محمد نصير عبد الرحمن اشرف مانو وزياد طارق وصالح نصر. ادي الكره والالتحام والاشتراك الجامد من سامي السيد لاعب وسط فريق من السمنود مع عمار حمدي. تتلعب الكره من جديد احمد عوض. ادي كهربا هيقوم يعمل عمليه الاحماء في وسط الملعب. زياد عيسى بوش رجله الخارجي يحطها لمحمد نعيم الى ديفيد جيم. ادي كهربا اهوت يبقى تبديل للنادي الاهلي اصابه عمار حمدي وخروجه في الدقيقه 39 تقريبا ونزول محمود كهربا. ادي محمود كهربا قدامنا واحد من اللعيبه اللي عندها قدرات كبيره قوي محمود كهربا. وفي اعتقاد لغايه دلوقتي كهربا قدراته الفنيه مع النادي الاهلي منذ قدومه ما وصلتش ل 70% او 80% كمان. لعيب من اللعيبه الكبار كهربا ان شاء الله يكون ليه ادوار الفتره اللي جايه. تتلعب الكوره من رامي ربيعه الى احمد عبد القادر. عبد القادر هنشوف بقى الشكل هيكون في الدايره مين اللي هيجي مع عبد القادر لان عمار حمدي كان هو الديفندر الرئيسي او الارتكاز قدام المناطق الدفاعيه. في اعتقادي هيرجع طاهر جنب احمد عبد القادر ويتحرر بقى كهربا لقدام يلعب طرف ملعب. ادي فعلا كهربا جه اهو في الجبهه الشمال الهجوميه ويفضل وليد سليمان هناك في الطرف اليمين. يبقى طاهر محمد طاهر هيتاخر جنب عبد القادر. الشكل الفني بعد خروج عمار حمدي ادي تمريره اماميه في اتجاه كهربا مقطوعه من محمد نعيم
محمد نعيم تمريره وحشه قوي، ياخدها حسين الشحات، حسين لوليد عاوز يفوتها، حلوه الفكره يا ولد يا لعيب، انما يقراها محمد ممدوح. لو عدت لكهربا الناحيه الثانيه كانت هتعمل مشكله على دفاعات مصطفى مجدي حارس المرمى. خدها تاني محمد خالد، تطلع بره الى رمي التماس، تماس لصالح محمد هاني، يلعب هاني الى ياسر ابراهيم، طاهر محمد طاهر اللي هيبدا يرجع اهو، نشوفه بقى على طول جنب احمد عبد القادر ورامي ربيعه، بيسحبها حلو قوي احمد عبد القادر، كريم فؤاد في الطرف الشمال يعلقها لقدام في اتجاه حسام حسن، لما يطلع الدفاع وياخدها تاني احمد عوض اللي راجع لورا مع زمايله ويهرب من الرقابه عشان يقرب من الاماكن اللي فيها الكره شويه، يسيطر عليها سامي السيد، سامي الى زياد عيسى، ماشي بيها زياد، ياخدها ويلعب لقدام حلو قوي في اتجاه حسام حسن احمد عبد القادر، انما يطلع مره ثانيه الدفاع، يا ولد يا لعيب يخلصها لنفسه احمد عوض، انما يوقفه كريم فؤاد، عايز منها قرار عوض، انما كريم هو اللي يقطع ويلعب على طول لطاهر محمد طاهر، طاهر الى محمد هاني، محمد هاني استلام، انسحاب اجباري للعيبه منية سمنود في ال 30 متر الخلفيه، وليد سليمان يزقها حلوه يعكس الملعب، يا ولد يا لعيب من عبد القادر لرامي ربيعه، رامي تاني يعكس في اتجاه كهربا، ولكن المره دي جامده الى ضربه مرمى. 4-1 للنادي الاهلي، تجربه وديه بعد 5 ايام راحه سلبيه بعد لقاء القمه، ريح لعيبته موسيماني وجهازه الفني، والنهارده هوت بعد ما خاض تمرينتين الخميس والجمعه يلعب لقاء تجريبي يشوف فيه اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل اساسي في الاسابيع اللي فاتت. رامي ربيعه يستلم مره تاني، تكتل قدام 18 عبد الغني عمر، تتلعب كهربا، يا ولد يا لعيب، جول 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 كهربا، كهروب كهروب كهروب، الهدف الخامس كهربا بعد نزوله مفيش بدقيقتين يسجل الهدف الخامس، يبقى كهربا الهدف الخامس في الدقيقة 43، الأهلي خماسية على فريق منية سمنود. آدي اللعبة أهي، وادي حسين الشحات، تمرير النهاردة حسين الشحات مفيش أحلى من كده، تمريرات إيه وحلاوة إيه، تقريبا 4 تجوان من الخمسة، كل الأسيستات ديت من عند حسين الشحات، ملك ملك تصميم الهجمات وملك الاسيستات حسين الشحات النهارده في مواجهه اليوم. ادي كهربا طبعا مباراه فكه، واللعيبه مفيش مشكله انها يبقى في بعض الدعابات كده في الملعب وخروج من حاله الشد والتوتر بتاع اللقاءات الاساسيه. وادي خماسيه النادي الاهلي، ايه حكايه الخماسيات؟ ايه حكايه الخماسيات؟ انما لسه في جوان تاني، تتلعب الكره مره تاني على جنب عند عوض، تروح ليلى ديفيد جيم، ديفيد جيم يلعبها في اتجاه محمد نعيم. بقول لحضراتكم النادي الاهلي لقاء القمه 5-3، لقاء الاحتواء والزغلول، اتعرف بالاسم ده خلاص، والاعلام والسوشيال ميديا ما بترحمش، ما بيرحموش. بره الملعب الى رميه التماس، ادي الكوره، وادي كهربا شالها الراجل ازاي، يا ولد يا لعيب الراجل ايه، كأن بيشيل حتة بسبوسة كده، بيشيل حتة بسبوسة مش بيشيل الكورة، يا سلام عليك يا كهربا، حاجة تفرح. تتلعب تاني وليد سليمان، وليد وليد تتلعب أمامية هناك عند كهربا، يشيل الدفاع ويطلع هناك إلى أحمد عوض، أحمد عوض يقف على كورته ويستنى شوية، يرجع لورا أحمد عوض عند محمد ممدوح اللي تحمل النهاردة عبء مواجهة المهاجمين اصحاب الخبرات سواء حسام حسن او طاهر او وليد سليمان، ملعوبه تاني من وليد لحسام، عاوز يعمل هات وخد، انما تدخل من عبد الغني عمر ويطلع بره الى رمي التماس. صفاره نهايه الشوط الاول، تقدم النادي الاهلي بخماسيه مقابل هدف امام منية سمنود في لقاء امام كابتن عمرو، كابتن عمرو امام،
الرحيم مرة تانية عشاء ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. 45 دقيقة جديدة من التجربة الودية الأهلي أمام منية سمنود أثناء فترة التوقف الدولي. 5 أهداف في الشوط الأول، النادي الأهلي بيتقدم بخماسية مقابل هدف على فريق منية سمنود أحد أندية القسم الثالث. أدي كهربا اللي كان لعب مكان عمار حمدي اللي خرج مصاب آخر 10 دقايق. خلينا بقى مع طائم التحكيم عبد الكريم نصار، وليد عبد اللطيف، واحمد ابو سريع نعيد على التشكيله بسرعه كده. الاهلي النهارده بدا بيه مصطفى شوبير في حراسه المرمى، قدامه كريم فؤاد، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني، احمد عبد القادر، وخرج عمار حمدي لعب كهربا، وليد سليمان، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وحسام حسن. الناحيه الثانيه من السمنود مصطفى مجدي في حراسه المرمى، قدام 4 جوهر حلاوه، عبد الغني عمر، محمد ممدوح، ومحمد نعيم، ومعاهم سامي السيد، ديفيد جيم، اللاعب النيجيري، احمد عوض، زياد عيسى، ومحمد سعودي، وفي الامام محمد خالد. نتمنى الشوط الثاني يكون في فايده فنيه للعيبه موسيماني، او الناحيه الثانيه المدير الفني احمد الشرباصي، المدير الفني لفريق من السمنود اللي عنده مواجهه في بطوله كاس مصر امام الشرقيه بيستعد لها النهارده امام النادي الاهلي. ادي حسين الشحات، في اعتقادي مفيش تبديلات، هنتابع كده لو حد دخل ما بين الشوطين في التشكيله. ياسر ابراهيم استلم مره تانية، كان خرج عمار حمدي بعد التحام جامد من سامي السيد لاعب من السمنود، حاله مهمه جدا تحكيميا يتكلم عليها حكمنا الدولي السابق الكابتن ناصر عباس، مع الجون كمان اللي اتلغى ليه رامي ربيعه. ادي حالتين مهمين في الحالات التحكيميه هنتابعهم مع الكابتن ناصر. تتلعب الكره مره تاني، نادي الاهلي على شمالنا بيبدا الهجمه، اول دقيقه من بدايه ال 45 دقيقه الجديده. محمد هاني يستلم في الطرف اليمين، تقريبا كده خلاص موسيماني استقر على الطريقه الفنيه اللي بدا بيها الموسم، 3 في المنطقه الخلفيه او المنطقه الدفاعيه، قدامهم 4 منطقه وسط الملعب، و3 بيتحركوا قدام في المناطق الهجوميه، بنفس الشكل بيلعب النهارده، وهنتكلم على التبديلات اللي عملها داخل الملعب. انما تروح مره ثانيه الى سامي السيد، لعيب صغير على فكره سامي، يعني من اصغر اللعيبه اللي موجوده في التشكيله، مواليد 2001. مره ثانيه ملعوبه في الطرف الشمال، محمد نعيم يرجعوا لورا، تعدي الكره، يضربوا لخمه كده قدام الحارس، شايف انا احمد الوكيل لعب مكان مصطفى مجدي، يبقى عملوا تبديل في حراسه المرمى، وشايف لعيبه برضو دخلوا التشكيله. تتلعب الكره مره تاني للنادي الاهلي، حسام حسن، تسديده جامده، انما اول اختبار كده لاحمد الوكيل. ادي احمد الوكيل اللي لعب مكان مصطفى مجدي، يبقى تبديل في حراسه المرمى لفريق منية سمنود. ملعوبه تاني على منطقه وسط الملعب، مقطوعه، حسام حسن اللي سجل جون من الخمسه، انما ترجع تاني ويطلع الدفاع لقدام، اماميه ياخدها كريم فؤاد ويحركها لطاهر محمد طاهر في وسط الملعب، حسين الشحات اللي ضم لجوه شويه لمحمد هاني، محمد هاني استلم، رامي ربيعه يفتح الملعب هناك عند ياسر الى محمود كهربا، احمد عبد القادر، واحد من اللعيبه اللي اجادت في الشوط الاول احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر يعلقها بمعلمه كده عند كريم فؤاد اللي اتنقل تكتيكيا في الجبهه اليمين. هنشوف كده مين اللي بدا يتحرك في الطرف الشمال بعد ما جاب كريم فؤاد النحيادي موسيماني، شفنا كريم هو اللي بيتحرك في الجبهه اليسرى في الشوط الاول، انما جايبه دلوقتي المكان اللي كان بيجي فيه حسين الشحات، اهو ضم لجوه حسين، وبدا كريم يلعب طرف يمين جنب محمد هاني. ملعوبه كره من جديد الى حسين، محمود كهربا بيشترك، انما يعلقوها عند سامي السيد، ياخدها تاني محمد خالد صاحب هدف فريقه الوحيد اللي سجله في الدقيقة 12. ملعوبة كورة، ادي واحد برضه من البدلاء اللي نزلوا، شايف انا عمرو غازي لاعب رقم 36 بقى في الملعب. تلعب الكورة تاني طويلة أمامية هناك في أقصى الجبهة اليمين، إنما تطلع بره يحلق عليها، برضه تبديل أهوت، عشان كده قلت جاب كريم فؤاد النحيادي. شايف أنا زياد طارق، يبقى زياد طارق هو اللي هيشتغل من الطرف الشمال. زياد طارق
هيتحرك فيه الجبهة اليسرى، وفي اعتقادي خرج وليد سليمان وتغير بقى الشكل في الملعب تاني. هنقول مع كل تبديل من بره من على الخطوط التركيبة داخل الملعب بيحركهم ازاي موسيماني وجهازه الفني. ضربة حرة قريب من الكورة عبد الكريم نصار، يبقى زياد طارق في الطرف الشمال هيتحرك تكتيكيا مكان كريم فؤاد، وكريم جه هنا في الطرف اليمين. وليد سليمان خرج وقابله عمار حمدي خرج مصاب، تتلعب تاني في عمق الدفاع، يطلع ويشيل محمد ممدوح، اماميه ملعوبه في اتجاه محمد خالد. هيوقف اللعب، الحكم بيطمن على مدافع فريق منية سمنود. ادي جايين النهارده بقول لحضراتكم كل الفرق اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي في اللقاءات التجريبيه، انديه القسم الثاني والثالث بتبقى احتفاليه ليهم، بيقابل بطل افريقيا، بيقابل نادي القرن. ادي فخري وباقي البدلاء اللي موجودين، محمد نصير وصالح نصر اللي كانوا ظاهرين على الشاشه قدامنا. استلام مره ثانيه، احمد عبد القادر يلعب قصيره عند محمد هاني، لسه ما حدش قرب منه. هاني هاني يلعبها ليه كريم فؤاد، كريم لمحمد هاني مره ثانيه. لا بجد والله، قصيره من ياسر ابراهيم لزياد طارق، واحد من اللعيبه الكويسين قوي تابعناه زياد في دوري الشباب. طاهر هو اللي استلم ولعبها لزياد طارق اللي كنت بتكلم عليه. رامي ربيعه بيطلب الكوره طالع ومعدي الدايره، انما يلعبوها عند محمد هاني. محمد هاني عرضيه حلوه تعدي الناحيه الثانيه، كان متاخر شويه، كهربا ضم لجوه مع حسام حسن. ادي الكابتن سامي قمصان المدرب العام، شيل يانكون مدرب الحراس، دكتور عمرو محب المترجم. الجهاز الفني هتلاقيه فوق في المدرجات كاشف الملعب مع محلل الاداء عشان يشوف تحركات لعيبته. وبدا دلوقتي موسيماني يبقى عنده اكتر من لاعب جوكر او لاعب يحركه في اماكن بديله في الملعب. النادي الاهلي ما شاء الله كل مركز هتلاقي اتنين لعيبه جامدين، تحتار تبدا بمين او بمين، ودي ميزه طبعا في ظل الضغط بتاع المباريات والبطولات، يبقى عندك بدائل استراتيجيه. مفيش حاجه اسمها لعيب اساسي ولعيب بديل، كله بيلعب في الوقت المناسب ليه حسب رؤيه المدرب. بره الملعب الى رامي التماس، راجع لورا احمد عوض، يلعب لقدام على طول احمد عوض على منطقه وسط الملعب، انما تروح الى ديفيد جيم كان قريب منه سامي السيد. الاثنين الديفندر موجودين اللي بداوا اللقاء في تشكيله منية سمنود، سواء اللاعب النيجيري ديفيد جيم او سامي السيد. محمد هاني بوش رجله الخارجي، محمد يلعبها الى كريم فؤاد، حسين الشحات يقرب منهم اللي هيكون المحرك الهجومي من الجبهه اليمين. يلعب تاني محمد هاني الى طاهر، محمد طاهر اماميه، كعب رجله حلوه يا ولد يا لعيب. حسين بيسدد بعد ما استلم الكعب الجميل من حسام حسن، انما يسيطروا عليها تاني، ياخدها لاعب رقم 36 عمرو غازي اللي قلت احد البدلاء اللي دفعوا بيهم مع الحارس احمد الوكيل. حسام حسن تاني مشغل خاصيه الكعوب دلوقتي، حسام مرتين ورا بعض، مره قدام ال 18 ومره وهو متطرف عند محمد هاني. بره الملعب النادي الاهلي ان شاء الله هيستأنف نشاطه في الدوري يوم 19 نوفمبر امام نادي المقاولين العرب في الاسبوع رقم 4، بعدها بثلاث ايام على طول لقاء امام نادي المحله في الاسبوع الخامس 22 نوفمبر. النهارده بيحاول موسيماني ان هو يدي العناصر اللي ممكن يستعين بها الفتره اللي جايه، الغيابات الدوليه 7 لعيبه مع المنتخب الاول غير اللعيبه المحترفين مع منتخبات بلادهم. محمد هاني، محمد هاني عرضيه حلوه، كهربا عايزه لتحت بقى، ده اسمه كلام، حلوه العرضيه وكهربا جسمه برضو كان عايز يميل لقدام شويه، كان جاب جون حلو قوي في لقاء المرج التجريبي، كله توقع ان كهربا بعدها هيكون موجود في لقاء القمه. ادي محمد هاني، كان بقى حسين الشحات علق له واحده في لقاء المرج اللي بتكلم عليه وعملها الراجل مباشره بنفس الشكل ده، انما ظبطت معاه ولبست معاه وكانت في المرمى في منتهى الجمال والروعه. انما سجل جون بعد ما نزل في نهايه الشوط الاول كهربا. يطلع مره ثانيه زياد طارق خارج الخطوط الى رامي التماس، تماس لفريق من السمنود اللي متاخر بخمس اهداف امام النادي الاهلي، ترتيبهم الثالث في مجموعتهم المجموعه الثامنه دوري القسم الثالث، 11 نقطه من
الخمس اسابيع اللي لعبوهم. ادي الكره مره تاني تروح عند البديل عمرو غازي اللي بتكلم عليه، اللي بيجي في الطرف الشمال عمرو غازي، يقع على الارض فيها خطوره خطيره مش ممكن تغير اتجاه، انما شوبير عاوز يلحقها طلعت بره الى ضربه ركنيه. اختل توازنه كده، هنشوف زياد طارق بيحييه ياسر ابراهيم وبيقول له ما يهمكش ما فيش اي مشكله، كانت هتعمل مشكله دفاعيه اللعبه اللي فاتت، ولكن مصطفى شوبير اصطدمت فقدت قوتها وتطلع بره الى ضربه ركنيه. الدقيقه 55 ادي اللعبه اهي، كهربا اول مره غير اتجاهها، وادي الزحلق زياد طارق خطفها ودخل بيها المنطقه ماهر جدالله، برضو واحد من اللعيبه القدام دفعوا بيه في الشوط الثاني، عملوا تبديلات كتير. هنقول بقى من جوه الملعب على طول اللعيبه اللي موجودين في تشكيله منية سمنوت. ادي تسديده جامده تروح لي اللاعب النيجيري ديفيد جيم، انما يطلع الدفاع مره ثانيه، هجمه خطيره وانسحاب تكتيك لعيبه النادي الاهلي عند ال 18، قدروا مرتين ان هم يهددوا دفاعات رامي ربيعه وياسر ابراهيم، انما في الاخر يتعامل الدفاع ويطلع ياخدها تاني ويقطم بيها ويدخل جوه الملعب طاهر عيد. برضو طاهر عيد من اللعيبه اللي كانوا على الدكه ونزل، اللي مدينا ظهره طاهر. استلام يسقطها عند محمد خالد، ياسر ابراهيم ويكمل فيها رامي ربيعه، انما طلعت الى ضربه ركنيه اول مره ياسر ابراهيم بدماغه، وحب كده رامي ربيعه ان هو يطلعها بره الى تماس، ولكن تعدي ركنيه موجوده. رايع على طول نادر بومبا، تقريبا الراجل عمل احمد الشرباصي سبع تبديلات ما بين الشوطين. ادي الضربه الركنيه تتلعب، طالع مصطفى شوبير، برافو يا ولد بالبوكس، يحطها على جنب في وسط الزحمه، جاله اختبار في الشوط الاول، تسديده من بعيد قوي من لاعب الوسط سامي السيد ولكن خارج المرمى. انما بقالهم دقيقتين خدوا الجرأة كده لعيبة منية سمنود وراحوا على دفاعات النادي الأهلي. برضو رجب عبد العزيز اللي خد شارة الكابتن مكان زياد عيسى، اللي مدينا دلوقتي اهو ظهره اللاعب رقم 25 رجب عبد العزيز. تروح الكرة لطاهر محمد طاهر إلى كهربا، يرجع ورا عبد القادر عند ياسر إبراهيم بعرض الملعب كانت ممكن تتقطع من محمد خالد. شفنا قدامنا الركنيات هنا وهنا، احصائيات الاعداد على الشاشه. كريم فؤاد يحصل كريم، انما تقلش منه وتطلع الى ضربه مرمى. يبقى موجود في الملعب دلوقتي اللاعب طاهر عيد، موجود ماهر جدالله، موجود رجب عبد العزيز، موجود عمرو غازي، دول اللي كانوا على الدكه، نادر بومبا، وهنشوف الباقي بقى لو دفع بحد الجهاز الفني لفريق منية سمنود. معاهم المشرف عام على الكوره كابتن جمال الشرقاوي، تعب معانا النهارده في الاسماء واللعيبه والتشكيل مع اداري الفريق بكل امانه. كابتن خالد منصور مدير شؤون اللاعبين، معاهم محمد الحبيبي اداري ومحمد العربي اداري، مهم جدا الناس دي بتبقى مبسوطه ان يتقال كل الجهاز الفني، كل المسؤولين في النادي، رئيس النادي الاستاذ احمد الامام اللي عنده طموحات يطلع بيهم الى القسم الثاني. تلعب الكره ثاني ياسر ابراهيم، ياسر على وسط الملعب، حسين الشحات يسندوها لعبد القادر اللي موجود في الدايره دلوقتي، الادوار اللي كان بيقوم بيها عمار حمدي قبل اصابته وخروجه في نهايه الشوط الاول. محمد هاني يلعب على طول تاني الكريم، حلوه العرضيه يا ولد يا لعيب، طالع لفوق يا ولد يا لعيب، حسام حسن جول جول جول، الهدف السادس للنادي الاهلي. دخلنا في ليفل جديد، ليفل السداسيه بعد ليفل الخماسيه، سته للنادي الاهلي امام منية سمنود. حسام حسن بيسجل تاني اهدافه في لقاء اليوم. يبقى الدقيقه 58 حسام حسن كان سجل جون في الدقيقه 19، يبقى سجل الثالث والسادس. انما النهارده حسين الشحات لازم نتكلم على صناعه اللعب وصناعه الهجمات اللي عملها لزمايله في اهداف اليوم. ثلاث اهداف من الخمسه اللي كانوا في الشوط الاول كلهم عن طريق حسين الشحات، وادي العرضيه الحلوه اللي عملها كريم فؤاد والارتقاء الاحلى من حسام حسن. يبقى حسام حسن بنسجل له الجون اللي جابه. تاني ملعوبه من ديفيد جيم، مرتين يشترك انما يدخل زياد طارق اللي جوه ويلتحم، عايز يقطعها ياخدها تاني وطالع لقدام. رجب عبد العزيز يفتح الملعب في جبهه طاهر عيد، طاهر يلعبها جامده مفيش حد من زمايله.
كان نادر بومبا جه من الجبهه اليمين وضم لجوه عند محمد خالد اللي سجل لهم هدفهم الوحيد لغايه دلوقتي. لقاء تجريبي للنادي الاهلي في فتره التوقف الدولي اللي قلت لحضراتكم الجهاز الفني ريح اللعيبه 5 ايام بعد لقاء القمه ورجع للتمرين تاني يوم الخميس اللي فات ثم تدريب الامس ووديه وتجريبيه اليوم. حسين الشحات يا ولد يا لعيب حلوه، زياد طارق من لمسه واحده عرضيه خطيره انما يطلع الدفاع بشكل كويس قوي، ياخدها حسين الشحات ويعديها من تحت رجل الراجل بشكل حلو، كهربا عاوز ياخدها انما ارتداد دفاعي من نادر يطلع لقدام، ياسر ابراهيم يا ولد قبل محمد خالد يشيل، محمد هاني يكمل فيها انما قريب ليها، طاهر عيد يلعبها تاني عند عمرو غازي بره الملعب الى رمي التماس. ساعه لعب بالتمام والكمال، 6 جوال للنادي الاهلي، 5 في الشوط الاول وهدف حسام حسن اللي لسه جاي من دقيقتين، يبقى ادي 6 جوان. كان بدا التهديف النهارده كريم فؤاد بعد دقيقتين او اقل من دقيقتين كمان، واحمد عبد القادر في الدقيقه 9، حسام حسن الدقيقه 19، طاهر محمد طاهر سجل في الدقيقه 32 ادي عرضيه، حسين الشحات انما في فاول الراجل شده باينه قوي، شده باينه رجب عبد العزيز. لو اتعادت اللعبه قلت لحضراتكم النهارده معانا حكم الدولي السابق كابتن ناصر عباس في الحالات التحكيميه اللي عنده حالتين مهمين جدا في الشوط الاول، سواء الالتحام الجامد مع عمار حمدي من لاعب وسط فريق مني السمنود سامي السيد، او الهدف اللي اتلغى لرامي ربيعه في بدايه المباراه. ضربه حره لصالح حسين الشحات واقف على الكره وجنبه طاهر محمد طاهر، ادي تعليمات لباقي البدلاء اللي موجودين، هنشوف هيدفع بمين الوقت اللي جاي، هيرجع الكره تاني كابتن عبد الكريم نصار اللي بيقود المباراه تحكيميا. شايف انا رامي نصحي تلعب العرضيه خطيره يطلع حارس المرمى ورامي ربيعه يخطفها قبله، خطيره خطيره اللي فاتت دي انما تمر اعلى المرمى، كره في منتهى الخطوره. نادي الاهلي النهارده العرضيات جاب منها اكتر من 60-70% من الاجوان اللي سجلها، سواء من العمل الجماعي الهجومي من الكرات المتحركه او من كره ثابته زي اللي كان هيسجل هو ربيعه دلوقتي. هنشوف كده التبديلين اللي هيعملهم الجهاز الفني لمنيا السمنود، اللي قلت لحضراتكم كان انجاز ليهم في 2018 ان هم يوصلوا لدور ال 32 في بطوله كاس مصر ويخرجوا امام نادي الزمالك بخساره بهدف دون مقابل. خرج محمد خالد وهيلعب، شفت انا رامي نصحي، وادي خرج كمان اللاعب ديفيد جيم، تتلعب الكره طويله لقدام توصل لمصطفى شوبير، لسه النادي الاهلي موجود على الدكه محمد فخري، محمد اشرف كوتو حارس المرمى البديل، مصطفى مخلوف وصالح نصر ومحمد نصير، ولعب كهربا وزياد طارق في التشكيله اللي بدا بيها النهارده موسيماني، سحب وليد سليمان مع بدايه انطلاق الشوط الثاني، وخرج عمار حمدي مع اخر 10 دقائق من الشوط الاول للاصابه. ملعوبه مره ثانيه طاهر محمد طاهر على مهلهم خالص يغير اتجاه اللعب عند محمد هاني، كل لعيبه سمنود باستثناء كمان الفرود اهو خلاص هينزل على وسط ملعبه. كريم فؤاد اللي لعب النهارده في بدايه اللقاء باك جبهه يسرى وبعدين اتحرك اهو باك يمين حتته وعدلته، وقلت الراجل ده من اللعيبه ان شاء الله اللي هيكون ليها تواجد ومستقبل طيب مع النادي الاهلي. عرضيه في منتهى الجمال خطيره مش ممكن تعدي الناحيه الثانيه، تمر من امام الجميع كهربا وحسام حسن وكان مكمل كريم فؤاد. عاجبني قوي كريم ان كل الكرات اللي بتيجي من الناحيه العكسيه الراجل بتلاقيه مقتحم ومتواجد في ال 18 في اماكن مؤثره، سواء الراجل بقى كان بيلعب في منطقه وسط الملعب او لو بيلعب باك يمين صريح زي ما هو موجود في التشكيله دلوقتي. خلاص بقى في طريقه موسيماني مش هتقدر تقول على اطراف الملعب الدفاعيه باكات لان بيتحرروا على طول لقدام، سواء بقى بيلعب كريم فؤاد هيلعب اكرم توفيق هيلعب محمد هاني جبهه الشمال لعب علي معلول لعب اي حد في الاطراف ديت هيبقوا خلاص طايرين لقدام في طريقه 3-4-3. رمي التماس ملعوبه تاني عند زياد طارق بمهاره يقتحم ويدخل لجوه الدفاع يشيل ويطلع على منطقه وسط الملعب،
ياخدها محمد هاني، يفتح عند كريم فؤاد الى محمد هاني، هات وخد مرتين، هيرجع تاني بعد ما اتقفل عليه كريم على وسط ملعبه، للخلف تماما عند رامي ربيعه قائد النادي الاهلي، رامي طاهر، محمد طاهر اللي مايل على زياد طارق في الجبهه اليسرى، رامي ربيعه من جديد يطول لقدام عند حسين الشحات اللي دخل في قلب الملعب، برضه اتغير مكانه تكتيكيا بعد ما كريم جه هنا في الجبهه اليمين جنبه، ضغط من عمرو غازي، نزل كمان رقم 9 احمد عبد الفتاح، ملعوبه الكره من جديد، انما في ضربه حره يدي الحكم على طول فاول لصالح النادي الاهلي عند عبد القادر والشحات وطاهر، محمد طاهر بيتكلم عبد الكريم نصار الحكم مع لعيبه النادي الاهلي، ترجع الكره لورا تاني، رامي ربيعه، منتخبنا الوطني ان شاء الله هيختتم لقاءاته يوم الثلاثاء القادم مع منتخب الجابون، 7 نقاط لمنتخب الجابون، منتخبنا صعد بالفعل بالنقطة بتاعت لقاء امبارح أمام المنتخب الأنجولي لقاء 2-2، إن شاء الله نتمنى برضو ختام جيد، قلنا عشان التصنيف، ولو إن بقت العملية صعبة إن أنت تبقى تصنيف أول، إلا نشوف نكمل كده الهجمة وبعدين نتكلم على منتخبنا، الشغل الشاغل للجماهير، ترقيصة حلوة يا ولد يا لعيب، وقفة حلوة قوي اللعبة اللي فاتت ديت، نادر بومبا رقم 34 اللي نزل فيه الشوط الثاني، عايز يلم ويرجع تاني عبد الرحمن بودي، تقريبا كده غير 80% من تشكيلته احمد الشرباصي المدير الفني، بقى موجود في الملعب احمد الوكيل وطاهر عيد، ماهر جدالله، رجب عبد العزيز، عمرو غازي، عبد الرحمن بودي، احمد عبد الفتاح، نادر بومبا، ورامي نصحي، قلنا دلوقتي اسماء 8-9 لعيبه من اللي عمل بيهم تغييرات من على الدكه، كريم فؤاد يلعب، كريم شرف طبعا لاي لعيب حتى لو لقاء تجريبي يلعب قدام النادي الاهلي، طاهر، محمد طاهر طويلة أمامية في عمق الدفاع، شيل مرة تانية لقدام، رجب عبد العزيز اللي لعب في قلب الدفاع، رجب مكان عبد الغني عمر، ملعوبة تاني قدام المنطقة، إنما في فاول، ضربة حرة، فاول على طاهر، محمد طاهر طالع، الوكيل هو اللي هيلعب، بيريح زمايله ويقول لهم اطلعوا انتوا لقدام، احمد الوكيل كان لاعب مصطفى مجدي، ادي نسبه الاستحواذ 65% للنادي الاهلي، 35% لمنية سمنود، قلنا فوارق منطقيه جدا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على مستوى التاريخ، والنتيجه بتترجم الواقع والحال اللي انا بقول عليه، خدها تاني احمد عبد القادر، يخلصها كويس قوي، زحمه في الجبهه الشمال اللي فيها كهربا ومال عليهم حسام حسن، انما يضغط عليه ماهر جدالله، ياخدها ويخلصها ماهر، انما التمريره مش مظبوطه، احمد عبد القادر تسديده جامده، انما برافو يا ولد يا لعيب على مرتين، اختبار حلو لاحمد الوكيل ومحاوله هجوميه بتسديده من خارج المنطقه للعيبه الاحمر، محاوله هجوميه في الدقيقه 68، انما هجمات الشوط الاول كانت اخطر، 5 تجوان خلال ال 45 دقيقه الاولى، هدف وحيد في الشوط الثاني سجله حسام حسن في الدقيقة 58، ملعوبة مرة تاني من جبهة زياد طارق، زياد إلى حسين الشحات، هيدور على كريم فؤاد، إنما يلعب قصير عند طاهر، محمد طاهر إلى كريم، هيضمه ويدخل لجوه كريم، في المكان الفاضي رامي ربيعة، أمامية بكعب رجله كهربا يا ولد لحسين الشحات، مش ممكن، خطيرة خطيرة، فريق عمل الجملة اللي فاتت، كهربا وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر، محمد طاهر وثلاثي اضواء ال 18، طاهر وحسام حسن كانوا ممكن يجيبوا هدف في منتهى الجمال والروعه، عايزين نشوفها تاني، بص بقى بدايه الهجمه، ادي الكعب بتاع كهربا وادي حسين الشحات اللي شالها برده الراجل حلو قوي من فوق الحارس، ولكن يا دوبك كده نص يارده بجوار القايم، يبقى عمل جماعي هجومي للعيبه النادي الاهلي، نفذوها حلو قوي اللعبه اللي فاتت، والمره دي الشحات من عمق الدفاع كان هيسجل الهدف السابع، حسين الشحات مرة تانية إلى طاهر، محمد طاهر عامل مجهود طيب، طاهر في الشوط الثاني خدها كهربا
خلصها لنفسه، برافو يا ولد يا لعيب. جنبه الشحات فاضي، فعلا يلعب له بوش رجله الخارجي الى حسين الى طاهر في الضيقه خارج المرمى. حاول فيها كهربا، جات له واحده في بدايه الشوط وخدها فيرست تايم، عليت كده بيكلم حد ورا الجون. هو ده الكلام اللي بنقوله لكهربا بقى. كهربا لو ركز في الملعب 90% هيبقى لعيب ما تقدرش تستغنى عنه، ما تقدرش تستغنى عن كهربا لو نسبه التركيز 90% في الاجواء الفنيه وفي الملعب. لعيب كبير. تلعب الكره مره تاني، رجب عبد العزيز عاوز يعدي بيها. لا ده محمد صلاح والله اللي بيلعب جنب رجب، هو اللي راح وضرب لخمه وعمل فاول على فريقته. واقف قدام الكوره ماهر جد الله، وضربه حره لصالح النادي الاهلي من مكان كويس قوي. اخر ثلث ساعه من احداث المباراه، لقاء التجريب الودي، فتره التوقف الدولي لمنتخبنا. مقطوعه قبل زياد طارق، ماهر جد الله هو اللي طلعها. محمد هاني كان مغطي مكان ربيعه وياسر ابراهيم، يتقدم للامام انما ياخدوها تاني لعيبه منية سمنود، طويله اماميه ياخدها لنفسه احمد عبد الفتاح، تتقطع تاني من احمد وترجع لورا عند طاهر اللي كان متاخر. قلت تقلوا شويه محمد هاني وطاهر، عشان كده كانوا موجودين في المنطقه الدفاعيه لغايه ما يرد تاني رامي ربيعه في مكانه مع ياسر ابراهيم. كريم فؤاد يلعب في قلب الملعب. كريم محمد هاني يستلم، كهربا قريب منه هيلعب له. خلاص بدأوا لعيبه من السمنود رغم ان هم نزلوا مع بدايه الشوط الثاني المجموعه اللي موجوده، انما هنشوف. ادي العرضيه، برافو يا ولد، متوقعها كويس قوي الحارس احمد الوكيل. وانا بتكلم ان لعيبه من السمنود منسحبين اجباريا كلهم في وسط ملعبهم رغم التبديلات واللعيبه بقى اللي نازله معاها القوه البدنيه بتاعتها، يعني معاها نفسها من جديد غير اللعيب اللي بادئ من اول اللقاء ويلعب قدام النادي الاهلي 72 دقيقه كانت هتبقى مشكله بالنسبه له. ادي لعبه كهربا العرضيه، واخدها بشكل حلو وعامل تراي كده الحارس احمد الوكيل. مره ثانيه ترجع لورا احمد عبد القادر، يسلم لطاهر محمد طاهر من الخلف للامام. رامي ربيعه طالع ويلعب لمحمد هاني بوش رجله، تمريره لكريم فؤاد، يا ولد يا لعيب. العرضيه حلوه انما بدماغه، يا دوبك حسام حسن، عاليه وسهله في ايد احمد الوكيل. الله اكبر الله اكبر، اذان العصر في الملعب سامعينه. ان شاء الله ربنا يكرم ولادنا منتخبنا الوطني اللقاء القادم، رغم اني قلت ان هم تاهلوا فعليا للمرحله النهائيه في انتظار بقى التصنيف الاول والثاني والقرعه اللي هتتعمل. منتخبات تخض التصنيف الاول، تونس، جزائر، مغرب، سنغال، نيجيريا، كل فرقة أصعب من التانية، إنما اللي عايز يروح كأس العالم يلعب أي فرقة. ده أنت رايح كأس العالم ما تبصش بقى هتلاعب مين، إن شاء الله خير. ملعوبة تاني، ياسر إبراهيم، ياسر يلعب قصيرة لزياد طارق اللاعب المهاري. زياد مقطوعة كرة من جديد ياخدها فريق منية سمنود. ماهر جد الله اللي رجع ورا مع محمد صلاح ورجب عبد العزيز، تمريرة وحشة من كهربا إنما ترجع تاني لزياد طارق. ترقيصة حلوة يا حسين، يا ولد يا لعيب، حلوة الترقيصة من حسين الشحات، الراجل عمل السبعة على الواقف كده ويسدد إنما عليت عن المرمى. محاولات هجومية ما زالت مستمرة من لعيبة الأحمر. آدي الكرة أهي، قعد الراجل إيه؟ وقعنا من على الكرسي وإحنا بنعلق كمان، يعني إحنا ترقصنا مع الراجل. في ترقيصة بتبقى حلوة كده، لقاء 6-1 ولقاء ماشي مريح، وأي لعبة جمالية هيبقى لها شكل وطعم ولون. هو ده اللي عمله حسين الشحات، وقعد مدافع من السمنود. تتلعب عاليه طويله من احمد الوكيل، طالع لفوق ياسر ابراهيم قبل احمد عبد الفتاح، انما يظبطها تاني في وسط الملعب سامي السيد. يمكن هو الاسم الوحيد اللي بيكمل اللقاء من اوله اللي مدينا ظهره، سامي السيد رقم 33 اللي عمل التدخل الجامد مع عمار حمدي في نهايه الشوط الاول. ملعوبه كوره، رامي ربيعه إلى محمد هاني، محمد هاني طول لقدام في المساحة اللي فيها حسين الشحات، إنما بدماغه يرجعها كويس قوي مدافع من السمنود لأحمد الوكيل. ماهر جد الله هو اللي رجعها، الراجل جاي في مكان مثالي وتحرك كويس قوي. طالع مصطفى شوبير، برافو يا ولد، يقوم بدور الليبرو،
كانت عايزه برضه على جنب شويه لان ممكن ترد كده احمد عبد الفتاح رقم 9 اللي خبطت فيه وترجع تاني سهله لشوبير. اختبارين النهارده لمصطفى شوبير يحسسوه بالتواجد في اللقاء. قلت لحضراتكم كان تألق في لقاء المقاولين الودي ضمن وديات النادي الاهلي الموسم الحالي لما انقذ ركله الجزاء وفاز النادي الاهلي بهدف لحسين الشحات. ملعوبه تاني محمد هاني اللي بدا لقاء البنك الاهلي اساسي من اوله ضمن الثلاث مباريات اللي خاضهم النادي الاهلي في الدوري، بتكلم على محمد هاني. ملعوبه تاني، العرضيه موجوده من حسام حسن ولكن ركنيه في النهايه. ربع ساعه على نهايه احداث التجربه الوديه، تجربه امام احد انديه القسم الثالث بيحاول فيها موسيماني يكمل فكره الفني ومجموعه من العناصر واللعيبه اللي كانت بتشارك بشكل اساسي تتلعب الكره العرضيه تاني خطيره. لما يطلع رجب عبد العزيز قلب الدفاع بشكل كويس، واحنا بنتكلم على فوائد التجربه الوديه النهارده. كريم فؤاد تاني هناك، الملعب فاضي خالص في الطرف الشمال اللي مايل فيه دلوقتي حسين عند زياد طارق و طاهر محمد طاهر. طاهر استلم، يفتح الملعب طاهر لكريم فؤاد. كريم عمل شوط اول جيد جدا كريم فؤاد. حسين الشحات صنع 3 اجوان من الستة. حسام حسن سجل جونين. ملخص المباراة على المستوى الهجومي والتهديفي واهداف ايضا النهاردة لكريم فؤاد وعبد القادر وطاهر محمد طاهر وكهربا، ادي 6 اجوان. هدف وحيد محمد خالد سنتر فيرود من السمنود اللي سحبوه من 10 دقايق. تتلعب الكرة من جديد في الطرف الشمال، لمسة واحدة على وسط الملعب تاني عند عبد الرحمن بودي، للخلف تماما عبد الرحمن، رجب عبد العزيز يفتح الملعب لماهر جد الله الى رجب قريب منه ويسلم رامي نصحي، يطول لقدام رامي ولكن سهله في ايد شوبير. مصطفى شوبير الى محمد هاني، محمد هاني على الارض يلعب لحسام حسن. تقريبا سجل في كل اللقاءات الوديه باستثناء لقاء بتروجيت اللي انتهى بالتعادل، يعني سجل قدام المرج جون، سجل قدام الغابه، سجل النهارده بتكلم على حسام حسن اللي سجل جونين. احد صفقات النادي الاهلي في الموسم الحالي 2021-2022 محمد هاني بروح طيبه بيفك الشد كده للاعب من السمنود. اللي قلت لحضراتكم مجهود بدني على اللعيبه اللي بدات اللقاء من اوله لغايه دلوقتي، انما هم عملوا 7-8 تبديلات مع انطلاق الشوط الثاني. وقلت مفيش في الملعب غير رقم 33 سامي السيد اللي في اعتقادي هيكون هو اللي عنده شد لو قام كده الراجل، وادي بيكمل كأن النهارده تعتبر مباراه كل اللعيبه بتشارك فيها. عندهم لقاء مع نادي الشرقيه في الدور التمهيدي الثاني في بطوله كاس مصر بعد ما تخطوا الدور التمهيدي الاول بفوز على فريق ميجا سبورت بضربات الترجيح. خارج من الملعب فعلا سامي السيد، قلت حتى الراجل هو اللي بدأ اللقاء، تبقى اصابة عضلية كده جاله شد، عمل مجهود بدني كبير النهاردة. وادي كمان خرج رقم 34 نادر بومبا، يعني في لعيبة نزلوا الشوط الثاني وسحبهم بقى كمان آخر 13 دقيقة. لعب مكانه أحمد العمراوي رقم 30، لعيب مواليد 2000 أحمد العمراوي، آخر لعيب نزل قدامنا. تاني من المنطقة الدفاعية ياسر داوود، واحد من كباتن الفرقة على فكرة ياسر داوود من اللعيبة القدام. وعلى الأرض عبد الرحمن بودي، تروح الكرة هناك في الناحية العكسية على وسط الملعب. أحمد العمراوي يلعب لماهر جد الله، ماهر جد الله عاوز يعدي إنما قافلين عليه تماما في جبهة زياد طارق. طاهر محمد طاهر اللي بيجي من القلب في الشوط الثاني ويحرك فريقته لقدام، هو المحرك الهجومي الاساسي. ترقيصه حلوه يقف على الكوره رامي نصحي، رامي يلعبها الى عمرو غازي في المكان الفاضي. يا ولد يا لعيب حطها كويس قوي عند احمد عبد الفتاح، احمد عبد الفتاح محمد هاني معاه، ادي احمد اتاخر كتير يلعبها لياسر داوود اللي لسه نازل دلوقتي، انما ياخدها لعيبه النادي الاهلي. زياد طارق، زياد لطاهر محمد طاهر يلعبها في المكان الفاضي عند كهربا اللي كان غايب من 3-4 دقايق، محمود كهربا هيبص ويلعب عرضيه يشيل
ويطلع بره الى ضربه ركنيه. رامي نصحي في الهجمه الاخيره رجع لورا، رامي نصحي كويس قوي، لاعب رقم 27، ويخلص المشكله الدفاعيه لفرقته وياخدوا منها ركنيه عند محمود كهربا. ضربه ركنيه بيديله اشاره المساعد الاول وليد عبد اللطيف، وادي كهربا بيشاور لزمايله. محمود كهربا يلعبها هناك على ايمن البعيد، اتحرك كويس قوي ويطلع احمد عبد الفتاح اللي كان جاي من المناطق الاماميه، ادي انطلاقه واخدها وطالع بيها لقدام طاهر عيد، حطها قدام ال 18 انما يدي فاول. ضربه حره لصالح احمد العمراوي. ياسر ابراهيم بيتكلم مع عبد الكريم نصار الحكم، كان واقف كويس قوي احمد العمراوي واستلم اهو، انما تدخل من ياسر ابراهيم ويديله فاول الحكم من مكان كويس قوي. ضربه حره لمين السمنود، لسه بيتكلم ياسر مع الحكم، وفاول من مكان قريب سجله هدف وحيد كان في الدقيقه 12. اداهم الثقه لبعض الوقت كده، ولكن خبرات لعيبه النادي الاهلي رجعوا للتهديف بعد الهدف الاول لمين السمنود. مفيش 7 دقايق سجل الجون الثالث حسام حسن، ادي فاول من مكان قريب. 4 لعيبه موقفهم مصطفى شوبير، احمد عبد القادر وطاهر وحسام حسن وكريم فؤاد، واقف على الفاول الثنائي طاهر عيد هو اللي هيلعب. يلعبها حلوه يا ولد، حلوه يا طاهر اللي فاتت دي، طاهر عيد يلفها انما يا دوبك نص يارد عن مرمى مصطفى شوبير. دقيقه 81 الاهلي بتبديلاته اللي عملها في الشوط الثاني لم يسجل الا هدف وحيد، 5 تجوان في الشوط الاول. تواجد زياد طارق في الجبهه اليسرى بعد ما سحب وليد سليمان، وكان في تبديل اضطراري بوجود كهربا مكان عمار حمدي مع نهايه الشوط الاول. التبديلات اللي عملها النهارده النادي الاهلي، ما زال بره موجود محمد محمود، موجود محمد فخري، تتلعب الكره تاني حسين الشحات على المغمض حلوه لزياد طارق عرضيه انما يمسكها على مرتين. 3 اختبارات تعامل معاهم بشكل كويس قوي الحارس احمد الوكيل، كرات عرضيه في منتهى الخطوره او تسديده برده كانت من بره المنطقه مسكها على مرتين احمد الوكيل. هيلعب لقدام طويله اماميه على حدود المنطقه، طالع شوبير لازم يتكلم مع رامي ربيعه. خروج في الحته دي لازم يكون في تفاهم مع اخر لعيب قدامك عشان ما تعملكش ازمه. طلع شوبير وكان قريب منه رامي ربيعه، ترجع تاني عند الوكيل احمد الوكيل، على جنب ملعوبه ماهر جد الله في وسط الملعب الى رامي نصحي، يرجع بيها تاني رامي هناك في الطرف اليمين الى جد الله، خدها النادي الاهلي. اقتحام احمد عبد القادر هو اللي بيقرب من الجبهه اليسرى، دخل عليه رجب عبد العزيز اللي خرج من قلب الدفاع، رجب يعطل بدايه الهجمه وتطلع بره الى تماس. رمي التماس خبطت في عبد القادر وهي خارجه، تتلعب على طول لقدام انما في لمسه يد او دفعه ادى الحكم على طول تتلعب عند رامي نصحي. هجماتهم بيبتدوا دلوقتي من الطرف اليمين اللي قرب عليه احمد عبد الفتاح، عاوز يلعبها تاني هات وخد احمد عبد الفتاح، انما تروح سهله الى محمد هاني. محمد هاني بفكر حضراتكم الاهلي يعتلي صداره الدوري ب9 نقاط، اقوى قدرات تهديفيه ب10 تجوان. الاهلي تخطى فريق الحرس الوطني بطل النيجر في دور ال 32 بسداسيه في القاهره، وتعادل ايجابي 1-1 في لقاء الذهاب. ادي مشوار النادي الاهلي الرسمي للموسم الحالي، والنهارده اللقاء التجريبي بمجموعه اللعيبه والعناصر اللي كنا بنسمع اسمها، قلت الاهلي ما عندوش دلوقتي اساسي وبديل، كل العناصر اللي موجوده قدامنا دي كانت بتلعب بشكل اساسي خلال المواسم اللي فاتت، في وجود بقى العناصر الجديده الرباعي اللي اتكلمت عليه، عمار حمدي اللي خرج وعبد القادر وحسام حسن وكريم فؤاد اللي دعموا بيهم مع بيرسي تاو الجنوب افريقي وميكسوني الموزمبيقي. رامي ربيعه استلام من رامي ربيعه، يلعب تاني على جنب عند طاهر محمد طاهر، عامل حركه ونشاط على فكره طاهر في الشوط الثاني، اكتر واحد يمكن تحرك بايجابيه كان هو النقطه المحوريه في الاداء في عمليه الربط ما بين وسط ملعبه والمناطق الاماميه.
كله بيسند دلوقتي على طاهر، او من بدايه الشوط كمان بعد التبديلات اللي عملها تكتيكيا جوه الملعب. موسيماني ملعوبه تاني عرضيه عاوز يحطها كده عند الشحات وكهربا، زياد طارق انما مقطوعه هيرد تاني زياد على مكانه في الحته الدفاعيه، يلمسها ياسر داوود، ياسر يلعبها لرامي نصحي، تمريره تاني اماميه عند احمد عبد الفتاح، على جنب عبد الفتاح الى احمد العمراوي اللي نزل من خمس ست دقايق، ادي العمراوي بيدور على سكه يسدد او يمرر لحد من زمايله، بيطالبه بلمسه يد، يقول الحكم يلعب مفيش اي حاجه، ملعوبه مره تانيه، رامي نصحي يوزع هناك في المكان الفاضي، الفكره حلوه انما جامده قوي على طاهر عيد، حتى الراجل بيشاور له اهو، حطها حلوه قوي الناحيه الثانيه، لو حنينه شويه كانت هتبقى بدايه هجمه جيده. بره الملعب الى رامي التماس، زياد طارق يلعب لياسر ابراهيم، من ياسر الى رامي ربيعه، رامي قصيره عند طاهر، احمد عبد القادر بيدور على كهربا عايز يمشيها له انما يقطعها في السكه ماهر جدالله، من الخلف للامام رجب عبد العزيز يلعبها في وسط ملعبه، بيطلب الكوره ياسر داوود، فعلا اهوت ياخدها ياسر اللي بيشتغل في الجبهه الشمال دلوقتي وعايز ينطلق لقدام، ملعوبه مره ثانيه ترجع لورا عند رامي نصحي، رامي اماميه في اتجاه عمرو غازي انما بودي هو اللي بيقرب عايز يغير اتجاه اللعب، بودي رقم 15 ياخدها الدفاع، ادي تمريره اماميه يضربوا بيها المنطقه الخلفيه، حسين الشحات ممكن جامده يشمعها في سقف الشبكه، سباعيه اهلاويه، حسين الشحات يسجل سابع الاهداف في لقاء النهارده ويكمل المجهود اللي عمله بالتهديف في الدقيقه 86، يبقى حسين الشحات بيسجل مع الدقيقه 87، حطها جامده انما تمريره حلوه قلت ضربوا بيها الخط الخلفي بالكامل، ادي اللعبه من اولها، وادي حسين والكره جايه له واخد القرار سندها وحطها، ما يقدرش يعمل لها اي حاجه الوكيل، جول 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 للنادي الاهلي 7-1. كريم فؤاد بدا التسجيل، احمد عبد القادر الجون الثاني، حسام حسن سجل في الدقيقه 19 ثالث الاهداف، وبعدين كهربا في الدقيقه 43، دول خمس تجوان في الشوط الاول ثم هدفين في الشوط الثاني، دقيقه 58 حسام حسن ثم حسين الشحات في اخر 3-4 دقائق من المباراه. ملعوبه كره تاني ياسر داوود في الطرف الشمال، قلت ان احمد الشرباصي المدير الفني غير كل فرقته، كان فاضل لعيب واحد هو اللي ما تبدلش وسحبه اخر 10 دقائق، سامي السيد لاعب الوسط المدافع، تلعب الكره تاني من جديد، يضغط ياسر داوود قدام ال 18 ملعوبه يسقطوها تاني انما يطلع مصطفى شوبير، برافو يا ولد يمسكها، ادي مصطفى شوبير قدامنا يطلع قبل احمد العمراوي، تاني رامي ربيعه طويله لقدام يظبطها رجب عبد العزيز اللي خد شاره الكابتن بعد نزوله، تروح الكوره هناك في الطرف اليمين ماهر جدالله عايز يدخل لجوه ويبدا الهجمه عند احمد عبد الفتاح، رامي ربيعه ضاغط عليه، بدايه الهجمه تاني في منتهى الخطوره، رامي نصح المره دي هو اللي بيقتحم انما تخبط وتطلع، قبل ما تطلع خبطت فيه، كان مين اللي منطلق لقدام في اللعبه اللي فاتت؟ كان طاهر عيد والله هو اللي منطلق، ادي موسيماني 7 اهداف للنادي الاهلي في التجربه الوديه امام فريق من السمنود احد انديه القسم الثالث في فتره التوقف الدولي، استغلها لعيبه الاحمر النهارده بتسجيل عدد كبير من الاهداف بعد السيطره الكامله لفارق الامكانيات، قلنا الفرديه والجماعيه وفارق التاريخ ما بين الفرقتين. محمد هاني مره ثانيه، خلاص بنقرب من نهايه احداث اللقاء والاهلي عنده لقاء مهم في الدوري امام نادي المقاولين العرب في رحله الدفاع عن الصداره في المرحله رقم 4، فريق منيا السمنود عنده لقاء في بطوله كاس مصر الدور التمهيدي الثاني امام فريق الشرقيه،
هنتابع مع حضراتكم بعد اللقاء الاستوديو التحليلي مع النجوم الكبار كابتن أسامة حسني قائد الاستوديو ونجوم التحليل الفني كابتن شريف عبد المنعم والكابتن أسامة عرابي كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال عشان يكلمونا عن أهم النقاط الفنية في مواجهة اليوم. ملعوبة تاني من طاهر محمد طاهر اللي في اعتقادي نجم الشوط الثاني بتحركاته ووجوده داخل الملعب، كريم فؤاد بلمسة واحدة لمحمد هاني لعيبة النادي الأهلي اللي خدوا اللقاء بكل جدية من أول دقيقة بدون أي تهاون أو استهتار، والنتيجة بتقول الكلام ده. ياسر داوود ولكن ضربة حرة تدخل مع كريم فؤاد، فاول لصالح النادي الأهلي، فاول لصالح كريم فؤاد. حسين الشحات بيقول لهم يطلعوا لقدام، ادي حسين الشحات قدامنا واقف قدامه رامي نصحي اللاعب رقم 27، فاول من مكان كويس. هنشوف الضربات الثابتة مع نهاية المباراة هل تترجم مرة تانية لجوان. حسين لسه بيظبط يلعبها من مرة واحدة سهلة في ايد احمد الوكيل. الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ومعاه صفارة نهاية المباراة الأهلي في تجربة ودية يفوز بسبعية على فريق منية سمنود. 7 تجوان النهاردة عن طريق كريم فؤاد وأحمد عبد القادر، حسام حسن هدفين، طاهر محمد طاهر وكهربا، وأخيرا حسين الشحات. عشاق ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، يبقى التحليل مع الكابتن